اهلا بحضراتكم مره ثانيه معكم ما زلنا معكم من خلال استاد الاهلي، واسمحوا لي ان ارحب بضيفينا في استاد الاهلي الناقد الرياضي الكبير الكابتن عصام عبد المنعم. كابتن عصام اهلا بحضرتك، سعداء جدا بوجود حضرتك معنا النهارده. ونرحب ايضا بالناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام سالم. استاذ عصام اهلا بحضرتك، سعداء بوجودك. اهلا بك يا استاذ محمد، وانا شخصيا كبدايه انا سعيد بان ارافق الكابتن عصام عبد المنعم في هذه الحلقه، لان الكابتن عصام قيمه وقامه بالنسبه لنا قيمه كبيره. ربنا يكرمك والله، رياضيا واعلاميا وعلى كل الاصعده وانسانيا كل الاصعده، لان بيننا عشره عمري. وجميله البدايه اللي حضرتك بدات بيها دي، فعلا بدايه جميله للحوار وبشكرك عليها. وجدير بالذكر كمان، يعني يجب التنويه على او التذكره بان لمن لا يعرف من مشاهدينا ان الاستاذ عصام سالم عامل ايضا كصحفي وناقد رياضي لسنوات طويله في دوله الامارات العربيه المتحده، وايضا ده من الاسباب الرئيسيه اللي هتخليه يقدر يتكلم باستفاضه مع الكابتن عصام عبد المنعم طبعا ناقدنا الرياضي الكبير عن الكثير من الامور المتعلقه بالتنسيق المصري الاماراتي في المجال الرياضي وفي مجال الاستثمار الرياضي، والقصه المحيطه بالكامل ببدء استضافه الامارات منذ عامين، وهذه هي المباراة الثالثة التي تقام أيضا في الإمارات لمباريات ولكأس السوبر المصري. القصة من بدايتها والمحيط بها من معاني جميلة خاصة بالدعم لمصر وأيضا بالتنسيق الجميل دائما أبدا عربيا في مجال الاستثمار والاقتصاد الرياضي والرياضة بشكل عام مع النادي الأهلي على كافة المستويات العربية. الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام عبد المنعم، هنبدأ مع حضرتك ومع الأستاذ عصام سالم ومع مشاهدينا. هننتقل سريعا مع حضراتكم إلى الإمارات لمتابعة من هناك تجري الاستعدادات على قدم وساق مع فريقنا الأول لكرة القدم استعدادا لمباراة المصري في كأس السوبر المصري يوم الجمعة القادم. مراسلنا مراسل قناة الأهلي زميلنا محمد سعيد من هناك، نتابع معه المزيد من التفاصيل. انا بتابع مع محمد وصولا حتى نتاكد من الصوت وصل له، انه متابعنا دلوقتي بالفعل وجاهز لبدء رسالته من الامارات. نبدا مع حضراتكم بالحوار، وبعد لحظات هيكون معانا محمد سعيد ونسمع منه تفاصيل وهو يتابع لحظه بلحظه استعدادات الفريق هناك. كابتن محمد، انا بس معلش اسمح لي اقطعك، بس في حاجه قسم مشترك بينه وبين الكابتن عصام. اتفضل. في وقع هو طبعا لا يتذكره اطلاقا. حضرتك ما قطعتنيش، انا لسه لا ما كويس عشان لسه من الاول كده البدايه لسه بره الاطار وبعدين نخش في كل اللي انا لسه ما قلتش حاجه. حضرتك تتكلم زي اللي في يوم من الايام، انا اولا صديق شخصي للكابتن عبد العزيز عبد الشافي، جينا كابتن عبد العزيز بيخلص وخلاص على وشك بين لحظه واخرى يعلن قرار اعتزاله. كابتن عصام ما يعرفش الوادي خالص لان كل ده حصل من ورا ظهره. فاتفقت معاه، انا بشتغل في الجمهوريه والكابتن عصام رئيس القسم الرياضي في الاهرام، يعني أو يمكن ساعتها لا ما كانش رئيس القسم الرياضي، لأن في الفترة دي أعتقد ما كنتش رئيس القسم الرياضي لسه، بس واحد من سنة كام يعني؟ ما لما عبد العزيز اعتزل، عبد العزيز عبد الشافي شوف قد إيه عبد العزيز لما اعتزل لا ما كنت كان لا كان في أعتقد الأستاذ نجيب يمكن موجود، كان نجيب المستكاوي لسه موجود موجود. فاتفقت معاه إن أنا انفرد بهذا الخبر، يعني يوم ما تعتزل يا كابتن عبد العزيز أنا آخد منك الخبر، اتفقنا. فجأة يا أستاذ محمد أفاجأ في الأهرام بخبر اعتزال عبد العزيز عبد الشافي، وأنا منتظر إن يديني الإشارة الخضراء. فمين اللي كتب الخبر؟ الكابتن عصام عبد المنعم. يا كابتن زيزو، يعني انا متفق معاك ومرتب اموري وان انا اخد الخبر، فجاه الكابتن عصام اللي بياخده. ايه اللي حصل؟ كان ايه سر ان الخبر وصل للكابتن عصام عبد المنعم؟ هو السر ان العلاقه يعني يعني انا كان زميلي في الاشبال الكابتن شوقي عبد الشافي الاخ الاكبر لزيزو. لزيزو بالظبط. وزيزو كان طفل صغير واحنا في النادي في فرق الشباب، واحنا اللي خدناه وديناه يعني فهو بالنسبه له يعني انا بالنسبه له اخوك كبير برضه، في علاقه انسانيه كمان، مش بيتعامل مع صحفي رياضي يعني بيتعامل من منطلق المهمه او العمل ومتابعه يعني الاخبار، اخوك كبير وفي ولاء بقى وفي ود وكلام من ده. فالمساله يعني جت في اطار عائلي يعني انا دفعت ثمن العلاقات الانسانيه بالظبط كده، بس عشان نبقى بقى يعني هي جت الانسانيه جت على حساب المهنه بالظبط عصام، وخلى الخبر يوصل له الاول. هنتابع مره ثانيه معانا او ننتقل الى الامارات مع زميلنا محمد سعيد. محمد لو سمعني بوضوح، عايزين نعرف منك اخر الاستعدادات او اخر اخبار الفريق الاول لكره القدم وهو بيستعد لمباراه المصري في كاس السوبر. We'll be right back.
مساء الخير زميلي محمد الجندي، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي، واهلا بضيفيك الكريمين اساتذتنا الكبار الاستاذ عصام عبد المنعم والاستاذ عصام سالم. بالطبع هنا في مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي في مدينه العين في اماره ابو ظبي، استعدادات متواصله لفريق النادي الاهلي، حاله من التركيز الشديد، الفريق اغلق تماما صفحه مباراه القمه امام فريق نادي الزمالك منذ وصولا في فندق الاقامه بالامس، وبالتالي الجهاز الفني بدأ في الاستعدادات الجادة لمباراة المصري. هي مباراة هامة جدا بالنسبة للجهاز الفني، بدأ العد التنازلي لهذه المباراة، وعقد الجهاز الفني اليوم محاضرة بالنسبة للاعبين للتعرف على فريق النادي المصري، محاضرة فيها شرح نظري وشرح فني لأداء فريق النادي المصري. حتى تدريب اليوم كابتن حسام البدري نتيجة ضيق الوقت بين مباراة الزمالك ومباراة المصري، طبعا الفريق بالكامل لم يتدرب تدريب فني كامل استعدادا لهذه المباراة، إلا أن المجموعة التي شاركت في مباراة الزمالك كابتن حسام البدري أعطاها جزء راحة في تدريب اليوم، حيث بدأوا بتدريبات بدنية مع المجموعة بالكامل، ثم دخلوا في مرحلة الاستشفاء والريكفري من أجل الاستعداد لمباراة المصري. والاستشفاء والريكفري اليوم رغم طبعا مباراة المصري بعد 48 ساعة، لكن ضيق الوقت وضيق المسافة والوقت بين المباريات يجعل الجهاز الفني في حالة يعني استعادة كل اللاعبين وتهيئتهم بشكل كبير جدا لمباراة المصري في مباراة السوبر اللي تنتظرها هنا جماهير النادي الأهلي بشغف كبير جدا. اتمنينا على كل اللاعبين اليوم، حتى اللعيبة التي شاركت في مباراة الزمالك ظهرت بشكل جيد، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق طمأن على حالة كل اللاعبين وأكد لنا سلامة واستعداد جميع اللاعبين. سعد سمير أيضا من اللاعبين المتواجدين مع بعثة فريق النادي الأهلي، لكن يتبقى الاختيار الفني من الكابتن حسام البدري. كنت تحدثت مع سعد سمير بخصوص مشاركته في مباراة السوبر، أكد أن طبعا كان يحتاج خلال الفترة الأخيرة مزيدا من الوقت للتدريبات، خاصة أنه غاب لمدة أكثر من شهر ونصف عن التدريبات الجماعية نتيجة الإصابة التي تعرض لها في إحدى مباريات الدوري العام. لكن بشكل عام الجهاز الفني مطمئن على حالة اللاعبين، وضع اللاعبين أمام مسؤولية هامة جدا بعد الفوز على الزمالك، لابد من استمرار السعادة والتركيز واستغلال الدفعة المعنوية، ووضعهم أمام مسؤولياتهم لتحقيق بطولة جديدة وتعويض جماهير النادي الأهلي عن خسارة السوبر في العام الماضي والذي أقيم على ملعب نادي الجزيرة في إمارة أبو ظبي. لكن هذه المرة هناك جزء من التفاؤل أن استاد هزاع بن زايد استضاف السوبر الأول الذي أقيم خارج مصر، وكان الأهلي فاز فيها على الزمالك، وكان يقود الأهلي في هذه المباراة الكابتن عبد العزيز عبد الشافي. وكنت تحدثت أيضا مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي بخصوص هذه المباراة في لقائه مع السفير المصري هنا في الإمارات معالي السفير وائل جد، وأكد الكابتن زيزو أن إقامة المباراة على استاد هزاع بن زايد يدعو لمزيد من التفاؤل بالنسبه لفريق النادي الاهلي لتخطي هذه المباراه والفوز على فريق النادي المصري. ايضا نقطه مهمه جدا هنا من داخل فندق اقامه فريق النادي الاهلي، غلق تام على بعثه فريق النادي الاهلي وتواجدهم في مكان منفصل تماما عن الزوار والجماهير هنا في فندق الاقامه، وده كان لمزيدا من التركيز وحرص من الجهاز الفني انه يعلم ان كل سنه عندما ياتي الاهلي الى الامارات تاتي جماهير من كل مكان، تاتي من الشارقه، من دبي، من ابو ظبي، تاتي من جده، من السعودية، من الكويت، من عمان، فبالتالي عدد الجماهير التي تكون محيطة بفريق ولاعبي النادي الأهلي تكون كثيرة حبا وعشقا في اللاعبين وفي الجهاز الفني، لكن في نفس الوقت أمامهم مسؤولية في التركيز إن هم يستعدوا لمباراة هامة جدا أمام فريق النادي المصري. وبالتالي كان هناك تعليمات مشددة بأن يكون الفريق منعزل تماما عن الزوار وعن الجماهير داخل فندق الإقامة. هناك مواعيد محددة بالنسبة للاعبين، سواء في الفطار الساعة 10 الصبح، الغداء الساعة 2:30 الظهر، هناك محاضرة قبل التوجه للتدريب، وأيضا محاضرة في الأخيرة بعد وجبة العشاء. نقطة أخيرة كمان، إن الفريق بإذن الله غدا سيتدرب على ملعب هزاع بن زايد، ملعب المباراة في نفس توقيت المباراة، الساعة 6 بتوقيت أبو ظبي، 8 بتوقيت القاهرة. والأهلي بما إنه بطل الدوري وبطل الكأس، في الاجتماع الفني اختار الموعد المناسب سواء في التدريب أو حتى إقامة المؤتمر الصحفي، لأن حتى المؤتمر الصحفي غدا بإذن الله سيبدأ هو الكابتن حسام البدري في الساعة 12 ظهرا، ومعه أحد لاعبي النادي الأهلي، ثم المؤتمر الصحفي لفريق النادي المصري، ثم يعقبهم اجتماع فني في ملعب هزاع بن زايد لترتيب المراسم والإجراءات الخاصة بتواجد جماهير كلا الناديين، وأيضا تواجد المسؤولين في المقصورة الرئيسية ومراسم تسليم كأس السوبر بإذن الله، اللي بنتمنى بالتأكيد إن شاء الله يكون السوبر العاشر بالنسبة لفريق النادي الأهلي. زميلي محمد الجندي، إذا كان لديك أي استفسارات أو معرفة عن أي لقاءات أخرى أو أخبار خاصة بفريق النادي الأهلي، مع الوضع في الاعتبار إن اليوم أهم زيارة تم رصدها داخل فندق إقامة فريق النادي
الاهلي زياره رئيس نادي العين الرياضي الاماراتي لبعثه فريق النادي الاهلي والاطمئنان على اللاعبين وعلى الفريق وحسن الضيافه والاستقبال من الاخوه هنا في الامارات لفريق النادي الاهلي. زميلنا محمد سعيد مراسل قناة الأهلي من الإمارات بشكرك. طبعا ما عندناش أي تساؤلات، أول رسالة وقلت فيها كل التفاصيل الحقيقة، حضرتها بشكل جيد جدا، ويعني أصبحنا ملمين بكل التفاصيل الخاصة بالاستعدادات وصولا إلى لحظة إجراء هذا الحوار. بشكرك شكرا جزيلا، ولو يعني كان في جديد أكيد هنعود للتواصل معك مرة تانية خلال فترة هذه التغطية وخلال هذه الحلقة من حلقات استاد الأهلي. كان في تصحيح بس ربما وسط كثرة المعلومات اللي أمدتنا بيها دلوقتي وبشكرك عليها، كان في تصحيح حتى أشار له ناقدنا الرياضي الأستاذ عصام سالم إن المباراة الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات، بتوقيت أبو ظبي، و6 مساء بتوقيت القاهرة. بشكرك يا محمد مرة تانية. كابتن عصام عبد المنعم، رأي حضرتك في هذه الفترات اللي أحيانا بيبقى اللاعب مضغوط فيها، حضرتك كنت رياضي وكنت نجم من نجوم كرة القدم وكنت حارس مرمى، الفترات اللي بيبقى فيها ضغط المباريات مهمة ورا بعض، فعلا كان بيبقى لها حسابات خاصة جدا عند الأجهزة الفنية وعملية الاستشفاء والتأهيل بيبقى لها شكل مختلف عن المباريات اللي بتجري في الإطار الزمني العادي؟ هو الإطار العادي اختلف. الإطار العادي كان زمان مباراة واحدة في الأسبوع، وكنا كمان يوم الخميس اللي هو الماتش الجمعه، الخميس مفيش تمرين، يخاف عليك لا تتعب، فبقول لك رايح انت دلوقتي بتتمرن يوم الماتش الصبح، ثم انه اصبح دلوقتي شبه يعني قاعده عامه انك بتلعب مباراتين في الاسبوع، حتى الدوري الانجليزي بتلعب مباراتين في الاسبوع، فالاحمال اتغيرت، وبالتالي يعني متطلباتها العلاجيه والتأهيليه اختلفت. ثم البدء مع اللاعب من سن صغير، ما انت ما تجيش واحد بعد ما خد على التدريب مرتين في الاسبوع وبعدين تيجي 10 سنين، انت وهو صغير بتعود عضلاته على التمدد لفترات متقاربه. ف يعني المساله اختلفت، واصبح دلوقتي انت لما يعني لو حصلت اصابات كتير نتيجه انك بتلعب مباراتين في الاسبوع، ده يبقى خطا في المعلومات بتاعه المدرب من الناحيه العلميه، يعني هو انت بتعمل اطالات بشكل معين، بيكون في نظام غذائي معين، انت بتعرف اللعيب ده بينام كام ساعه ولا ما بينامش. كمان المصطلح اللي بيستخدم دايما فكره ان انا بعلى وبنزل بالحمل التدريبي امتى، يعني ازاي بعلى وانزل بالحمل التدريبي في الاوقات المناسبه قبل وبعد المباريات، يعني الاحمال كمان بتختلف من لاعب لاخر، وعلى حسب واحد بيلعب على طول واحد خارج من اصابه، انت بتلاقي دايما في كل تدريب مجموعات، لانه مش كل ال 25 وال 30 واحد في حاله واحده، المجموعه دي دول ناس لسه راجعين من اصابه، الناس دول عندهم لعبوا ماتش او لعبوا ماتشين ورا بعض، فعايز انزل بالحمل شويه، المجموعه الثالثه دي ما لعبش الماتش اللي فات خالص، ما لعبش خالص بالزبط. ما لعبش خالص، فلهم حسابات مختلفه، احمال مختلفه ومجموعات، ما فيش دلوقتي، كان زمان تاخد الفرقه كلها وتلف بيها الملعب، خلصت الكلام ده. هو كلام مجموعات، كلام الكابتن عصام طبعا كلام واقعي، لان في الاخر الدنيا اختلفت كتير. احنا اولا النهارده لما تيجي يعني ان الاهلي بيلعب مباراه القمه يوم الاثنين ويلعب المباراه اللي بعدها يوم الجمعه، ده مناسب جدا، يعني ما فيش حاجه، انت ما بيلعبش الاربعاء والجمعه، يعني ده فتره زمنيه في الاخر في ثلاث ايام فاصله كامله بين المباراتين. ده اولا في اوروبا، ده تلاقي برشلونه بيلعب مع مباراه ثقيله جدا في دوري ابطال اوروبا، وتلاقي بعدها بثلاث ايام بيلعب مع ريال مدريد في الدوري الاسباني، يعني ما فيش اي مشاكل. دلوقتي الدنيا فعلا اختلفت، كله بيهيئ نفسه، دلوقتي الرفاهيه بتاع زمان دي ما عادش موجوده، انك تلعب فعلا مباراه كل اسبوع وتريح قبلها وتريح بعدها، الجو ده كله ما عادش موجود. ده في دلوقتي نظام اليوم الكامل، انك تتمرن الصبح وبعد الظهر، حاجات كده يعني. فالمساله لازم اللاعب في عصر الاحتراف يتفهم هذه الظروف وهذه الملابسات. انا عايز ارجع مع حضراتكم سريعا للخبر اللي بدانا بيه الحلقه، ومنه ننتقل لفكره التنسيق بين الاهلي و جهات واشخاص ومستثمرين عرب في السعوديه والامارات وبعض الدول او الجهات الاخرى التي ترغب في دعم النادي الاهلي في صورته الحاليه وبقياده مجلس الاداره الحالي بقياده كابتن محمود الخطيب، وهنصل اليها. لكن ما اقدرش يعني اتناسى فكره انه اقدر اسال واسمع راي قامتين
من القامات الكبيره في عالم الصحافه الرياضيه المصريه والعربيه زي كابتن عصام عبد المنعم والاستاذ عصام سالم، واحنا بنعقب على موقف مجلس اداره النادي الاهلي وقرار الكابتن محمود الخطيب باتخاذ موقف ورد فعل سريع لفكره تداول مقطع فيديو ممكن يبقى في شيء يسبب ضغائن، يسبب توتر، ايا كان ما يمكن ان يبنى عليه من اثار سلبيه او يترتب عليه. اتفضل يا استاذ عصام. فيديو ايه؟ حضرتك ما تابعتش الخبر بقى، المقطع اللي تم تداوله يبقى حضرتك لا حصل فعلا تداول لمقطع يعني فيديو خاص بلاعبي الاهلي وهم بيتكلموا تعليقاتهم على مباراه الزمالك، وربما كان في بعض التعليقات اللي فيها قدر من الكوميديا او السخريه او يعني انتقادات مصاحبه للاداء الفني للفريقين في المباراه بعد تفوق الاهلي وقدرته على الفوز. وفعلا مجلس الاداره اتخذ قرار سريع جدا باستدعاء المسؤول عن السوشيال ميديا المصاحب لبعثة الفريق ل يعني معرفه حقائق الامور الوقوف عليه. شوف هي انا هقول لك حاجه يعني من واقع التجربه الشخصيه، لعيبه الكوره يعني في عاداتهم بيحبوا دايما يعني الضحك وبيحبوا المرح، واحيانا دي يبقى على نفسهم او على زمايلهم بينتقدوا نفسهم بعد ادائهم في مباراه، يعني بتعمل افيهات بتعمل قفشات، بس طبعا دي حاجه بتبقى برايفت جدا، حاجه خاصه جدا وغير مقصود منها على الاطلاق التقليل من شان اي حد او الاساءه لاي شخص. هو الضحك يعني اللعيبه عايزه تقعد قاعدين في معسكرات طول الوقت، تمرين الصبح وتمرين بعد الظهر ومحاضرات ولعيبه الكوره دايما يحبوا يعني القفشات والكلام ده، انما ما بقاش مقصود منها السخريه الاساءه. لكن لو طلعت بقى القفشات دي خارج الوسط اللي هي طبيعيه فيه، خارج المجموعه اللي هم اصدقاء بيتكلموا مع بعض، هي في داخل بين المجموعه دي لا توجد اساءه. حتى لو في لعيب من الزمالك قاعد مش هيعتبرها اساءه. لما تخرج بره الاطار ده للاطار العام بقت قصه ثانيه، الناس اللي مش متخصصين الناس العاديين تعتبر اساءه في الحاله دي، فهي ما كانش لازم تخرج. يعني هي ايه يعني بيتريقوا على اي حد، يعني لعيبه الكوره على نفسهم على اي حد وعلى حد من ناديهم وحد يقعدوا يقلدوا فلان بيتكلم ازاي وفلان بيعمل ازاي. ده شباب وقاعدين وقعده مرح وبيرفهوا عن نفسهم من التعب والشقه بتاع التدريب الصبح وبعد الظهر فيعني دي تصرفات شباب. لكن حضرتك بتؤكد ان مش مجالها الاطار العام على الاطلاق، ان ده ممكن من اي فريق، لا نشير هنا للاهلي فقط او الزمالك فقط، بنتكلم عن اي مجموعه من الاصدقاء او اللاعبين في اي رياضه مش بس كره القدم، ان اي جلسه بينهم فيها تعليقات، فيها سخريه، فيها نوع من التناول اللي فيه كوميديا لاحداث مباراه سواء لنفسهم زي ما قال كابتن عصام او للاخرين. بس انا برضو انا باخدها من زاويه ثانيه يا اسامه. اتفضل. اولا القصه انا باخدها من الاخر. رد فعل اداره النادي الاهلي ايه على الواقع؟ معلش ده اللي يهمني في الموضوع. لان في النهايه دي اتسربت ومن مسؤول السوشيال ميديا في البعثه، يعني مساله عشان كده اللي يهم حضرتك دلوقتي معدي في الشارع وعملها وبسها، لا ده في مسؤول عملها وبسها وبناء عليه كابتن محمود الخطيب اللي بادئ فعلا رئاسته للنادي الاهلي بامور اخلاقيه كلنا معجبين بيها بامانه، لان الوسط الرياضي محتاج لهذه الاخلاقيه، انه يقرر فورا ان كابتن عصام ترحيل هذا المسؤول، يعني الى هذا الحد في عقوبه، مش قضيه ان مجرد ان حاجه وطلعت وخلاص وصداها هيبقى زي ما يكون. لا في رد فعل سريع، لا في رد فعل ورسمي وقصه، وان في الاخر استبعاد هذا المسؤول معناه اولا ده يرضي حتى غرور المنافس، ان في الاخر انا كاداره خدت الاكشن، مش قضيه انا اتفرجت على المشهد وانا سعيد بيه، لان السكوت هنا معناه رضا الكيان الرسمي، السكوت معناه رضا، علامة الرضا. نعم. فهو كده لا ده في اكشن وفي ناس اتصفرت ده درس حتى للاخرين ومش في النادي الاهلي بس، لكل الناس، ان في الاخر المفروض يبقى في موقف رسمي في مثل هذه الامور عشان ننزع فتيل التوتر. الواقعه تمت فين؟ جوه هناك في نادي في العين هم موجودين البعثه، يعني هل على ما راوا مثلا عمل ناس غرب ولا جوه اللعيبه؟ لا منهم بس هو ده خدها وبسها، يعني تعرف دي هذه القصه، هي زي ما حضرتك قلت زي ما انت قلت مش البرايفت ده اوكي نشر المقطع هي جلسه هي المفروض تكتب بينهم ما حدش عارف حاجه يعني لكن مع ذلك يا استاذ عصام هنا بيشير الى ان الفيصل هنا هو الموقف يعني الرسمي لمجلس الاداره، وانه بياخد قرار بيعكس للمجتمع المصري كله والوسط الرياضي المصري، بيقول نحن لا نرضى عن اي امر يسبب اي تجاوزات او ضغائن. ما هو يعني ده يغني انت ما دام حصلت الاساءه بقى وصلت انها بقت بشكل علني، فده يغني عن الاعتذار. الاكشن اللي حصل الاكشن رد الفعل، رد الفعل انك اللي عمل كده ده حتى لو كان بيهزر
خلاص هيبقى في قرار او موقف من مجلس الاداره الشان. انا يعني دلوقتي نزعت فتيل التوتر لان انا في الاخر يبقى في رد فعل من الطرف الاخر. طب وبعدين حضرتك تقصد هنا ان كل مجلس اداره نادي دي المسؤوليه بقى كان بيحذو حذو مجلس اداره نادي الاهلي انه يتدارك اي مشكله من بدايتها بقرار رسمي بالظبط يحل الازمه، ان ده هيحل علينا او هيوفر علينا مشاكل بس كتير. خلاص احنا قفلنا الملف كده سريعا ده مهم. هننتقل من ده، كان لازم نشير الامر انه بدانا بيه طبعا هذه الحلقه من حلقات استاد الاهلي. هننتقل للعلاقات العربيه، رحله الكابتن محمود الخطيب غدا باذن الله والكابتن عمرو فاروق والاستاذ خالد الدرندلي مجموعة من المسؤولين في النادي إلى السعودية لبحث الكثير من الأمور والترتيبات الخاصة بمشروع القرن، وده مواكب لاستضافة الإمارات وللحديث وإعلان أيضا المستشار تركي آل شيخ عن وجود دعم ليس سعوديا فقط وإنما إماراتي أيضا لمشروع القرن وللنادي الأهلي والاستاد القرن. رأي حضرتك إيه؟ هذا الدعم العربي والتنسيق اللي واضح أنه موجود بقوة والرغبة في الاستثمار الرياضي في مصر مع النادي الأهلي وفي ظل شراكة مع النادي الأهلي حاليا بقيادة كابتن محمود الخطيب، كيف ترى الإطار ده كابتن نصر؟ ده بيقول لنا مجلس الإدارة شغلته إيه؟ يعني مجلس إدارة نادي رياضي شغلته إيه؟ مش شغلته أنه يقعد في المقصورة يغير لعيبة، مش شغلته انه يقول فلان ينزل ويمشي المدرب، ده مش شغلة مجلس الإدارة. مجلس الإدارة مسؤول عن النادي كمؤسسة. نعم. عن تمويله، عن تطويره، عن منشآته، عن كل اللعبات الرياضية، عن كل عشرات الآلاف من الأعضاء، عن إن النادي يواكب التطورات اللي بتحصل بالنسبة للعصر وبالنسبة ليعني حتى المنشآت، سواء منشآت رياضية أو منشآت الأعضاء لابد من تطويرها، لابد من يبقى في مقار جديدة. يعني هذا العمل هو صلب عمل مجلس الإدارة. مجلس إدارة النادي ده شغلته، الأعضاء بينتخبوه مش علشان يدير فرقة الكورة، عندك 12-15 لعبة تانية. كرة القدم دي نشاط احترافي له أجهزته وله مسؤوليه وله خبراءه اللي بياخدوا فلوس علشان يشتغلوا الشغلانة دي. مجلس الإدارة لازم نعرف كده، لازم نعرف انه مجلس الإدارة ما بيحطش التيم. يعني انا بستغرب محمود الخطيب لو حط التيم اقول له حقه، يعني اشهر لعيب في العصر اللي احنا عشنا فيه ومحدش بيتكلم على امكانياته الفنيه والاخلاقيه وعدالته ونزاهته ولا غبار عليها، انما من ساعه ما جه لا شفناه قال تصريح على فرقه ولا قال ده فلان يلعب وفلان ما يلعبش ولا اجرى بحديث ولا دخل عمل مداخله في التلفزيون ولا اشاد ولا انتقد امر من امور الجهاز الفني والفريق. يعني ما قالش امر من امور كره القدم لم يتحدث عنها في شخص لا 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 انتقد وعمل مع حسام بينهم هم الاثنين بس. انا قصدي على الملأ زي ما حضرتك بتقول في وسائل الاعلام، لكن دوره كرئيس لمجلس الاداره طبيعي ان في مباحثات بتجري عن الفريق. انا بس بخلي المساله صحفيه شويه، يعني مش قصدي ان انا عارضك. لا انا قصدي انه ده ما حصلش زي ما حضرتك بتقول، انه ما فيش تصريح لوسائل الاعلام او للصحف تدخل فيه طبعا اي شخص من مجلس اداره النادي حاليا في الامور الفنيه، وهل اللعيب ده اداؤه سيء زي ما حضرتك قلت او اللعيب ده كويس. انا بكلمك على انه الخطيب سواء رئيس النادي ولا مش رئيس النادي لما يقول رايه الفني يقول هيحترم جدا، له اسباب منطقيه في اماره، يعني في اماره ان الخطيب يتكلم في الكوره، انما احنا بنلاقي ناس مالهاش في الكوره بتتكلم في الكوره وبتتكلم وده وحش وده كويس وغير ده وحط ده. فيعني النادي الاهلي الحقيقه بيحط قواعد باستمرار للمنظومه الرياضيه وكيفيه ادارتها وكيفيه يعني التعامل والكلام ده. الحقيقه يعني الحقيقه انا مش بقول الكلام ده لانه مثلا محمود الخطيب احنا كنا معاه في الانتخابات والكوره وكلام من ده، وان قبل كده مجلس الاداره اللي كان موجود قبل كده ما كانش بيدخل برضه. محدش يقدر يكسر التقاليد والقواعد. مجلس الاداره السابق اللي لم يوفق في الانتخابات ما كانش بيتدخل في فرقه الكوره ولا حد يجرؤ يتكلم، يعني بصرف النظر عن انا كنت مع مين ولا مين نجح ولا مين سقط، لانه ده سيستم انت بتيجي تخش في القالب. هذا القالب من ايام مختار التتش، من ايام صالح سليم، حد كان بيعرف ياخد منه حديث؟
صالح سليم كان بيعمل تصريح على الفرقه ولا بيتكلم على فرقه الكوره في النادي الاهلي وهو صالح سليم اللي اتعملت له تماثيل واتباعت في الشوارع، ومحمود الخطيب بقى على نفس النهج ده. استاذ عصام سالم، تعليق حضرتك على هذا الامر، هذا التوجه والاعلان من قبل النادي الاهلي لهذا التواصل مع كيانات في العالم العربي لبناء مستقبل جديد او لاضافه خطوات جديده يعني تبنى على ما سبق في وتضيف لمستقبل الاهلي ان شاء الله، وان هذا التواصل ايضا قادم من الجانب الاخر من الجانب العربي لمصر وللنادي الاهلي. وانا بس هستكمل الكلام اللي قاله الكابتن عصام، ان في الاخر الدور الرئيسي لمجالس الادارات وضع السياسات العامه لكل ما يخص النادي، السياسات العامه، تنمية الموارد، ان مشاريع جديدة دائما انت بتكبر المكان. يعني ده المسألة مش قضية جزئية صغيرة بتكلم فيها، الوضع العام كله على كل الأصعدة بتوصل لأبعد نقطة. انت خلال الأربع سنين دي المطلوب منك قدام الجمعية العمومية انك تحقق أفضل أداء ممكن، توصل النادي لأبعد نقطة ممكنة. ده هو ده واجب مجالس الإدارات. النهاردة لما جه كابتن محمود الخطيب لما تولى الرئاسة رقم 15 في النادي الأهلي، هو الرئيس رقم 15، لحسن الحظ ان في نفس التوقيت كان في شخصيه مهمه جدا بتتولى قياده الرياضه السعوديه اللي هو المستشار تركي آل الشيخ. باختصار احنا عشان ايه نقرب اول المسافه، هذا الرجل من اول لحظه نجح فيها الكابتن محمود الخطيب غرد عبر تويتر ان هو سعيد بنجاح محمود الخطيب وان انا ازور مصر قريبا وهعمل اتفاقات توأمه ودعم و الكلام ده كله. ده جه مع ده لان كان في ناس كتير بتقول ايام الانتخابات ان الكابتن محمود الخطيب برغم قيمته الفنيه الكبيره ومناصبه الاداريه المتعدده اللي اوصلته في نهايه المطاف الى ان يكون احد رؤساء النادي الاهلي، كان كتير اللي بيهاجموا هذا المنطق ان يقول لك لا رجال الاعمال مش هيساعدوه، ان في الاخر فتره المهندس محمود طاهر فتره رجال الاعمال وده اللي بيساعد كتير، واحنا دلوقتي الرياضه بيزنس وعايزه دعم غير عادي، كابتن محمود الخطيب ممكن ما يلاقيش كل هذا الدعم. نسيوا حاجه مهمه قوي، ان كاريزما الكابتن محمود الخطيب قادره على انها تفتح كل هذه الافاق. النهارده الكابتن محمود الخطيب الكل بيقول مجرد يرفع التليفون لاي رجل اعمال عمره ما هيترد، لان ده محمود الخطيب اللي بيتكلم. جه النهارده لما يجي بقى هو محظوظ لان جه في نفس التوقيت، بقول لك شخصيه بهذا القدر من القيمه في الرياضه السعوديه. الراجل مبدئيا هواه مصري بشكل غير عادي. دي واحد. نمره اتنين اللي الناس ما تعرفوش ان هو شاعر غنائي على اعلى مستوى، وهو عمل اغنيه لعمرو دياب في الشريط الاخير اللي هي بتاعت المستشار برج الحوت. يعني تخيل برضو الاغنيه اللي ضربت دي من كلماته بالمناسبه يعني. فهو يعني ايه حبيبنا قوي، دي ده كان بعده مهم. حبيبنا قوي اترجمت ان النهارده لاول مره في تاريخ الكره المصريه والكره السعوديه يبقى في 9 لاعبين في الدوري المصريين في الدوري السعودي. عمرها ما حصل. ده لما كان واحد بيطلع في الدوري السعودي نقول احنا كسرنا القيد اللي موجود ده، لانه هناك في الخليج كلهم غاويين الافارقه، غاويين البرازيليين، غاويين ايه، لكن اللاعب المصري اخر من كانوا يفكروا فيه. حسام غالي لما كان في تجربه مع النصر السعودي ما كملتش كتير من المسائل كانت تجارب مفطوره. لكن النهارده واحنا قاعدين دلوقتي 9 لاعبين لاول مره، يعني ممكن يعملوا منتخب هناك يلعب مع اي منتخب. كلهم اسماء كبيره، يعني من النادي الاهلي لسه المؤمن زكريا هيروح اهلي جد، احمد الشيخ راح الاتفاق، شيكابالا موجود في الرائد، ثلاثه في التعاون، عماد متعب الحضري مع عماد متعب مع مصطفى فتحي، اسماء يعني فعلا شيء مشرف جدا انك تبقى موجود. الدوري السعودي بالمناسبه هو اقوى دوري عربي. يعني انت شوف احنا الدوري المصري بكل الزخم اللي فيه ده، الدوري السعودي جماهيريا واعلاميا وتسويقيا وعلى كل الاصعده هو اقوى دوري عربي، لان في الاخر بالقياسات يعني. لما تيجي انت يبقى عندك 9 من ولادك في هذا الدوري القوي، ده شرف كبير يعني. ناس هنا هل تقيس هنا على امور بقى خاصه بالنجاح التنظيمي والمالي والايرادات والموارد كله تسويقيا غير عادي، جماهيريا غير عادي، المنافسه دايما بين 6 فرق مثلا في البتاع ده، مفيش عندنا حتى صعوبه المنافسه، مفيش عندنا اهلي وزمالك والاستثناء الاسماعيلي يخش، لا مفيش عندهم. فحضرتك سعيد بتجربه خروج اكتر من 100% مصري للدوري السعودي؟ لا، ودوري قوي. انت مش قضيت مجرد خروج واحتراف وخلاص، لا انت رايح في دوري قوي. لما النهارده حسين الشحات يروح نادي العين النهارده خطوه في منتهى الاهميه، النادي العين ده كان فيه حسام حسن قبل كده وكسب معاه بطوله الدوري. حسين الشحات رايح هو يمكن احسن لعيب في الدوري، ان في الاخر ياخد تجربه مع فريق بيلعب في دوري ابطال اسيا وكل هذا الزخم، واحد من افضل الانديه في اسيا، اعتقد ده مكسب كبير برضه للكره المصريه. هذا الانفتاح الجميل والرائع على دول بالذات في الامارات والسعوديه اعتقد انه مكسب للطرفين، انا مش هقول مكسب لنا بس، لا للطرفين، لان هو برضه
هم اولا الاحتراف عندهم قطع شوط كبير، والناس لما بيختاروا صح، مش قضيه ان انا ما بيجاملنيش لما اخد 9 لعيبه. لان كمان القدرات التمويليه ساعدت بعض الدوريات زي الدوري السعودي والدوري الاماراتي على استخدام لاعبين بأي أسعار من دوريات كبيره. انا حسيت شحات النهارده ما يروحش حتى لو كانت في مراحل عمريه اقرب لسن الاعتزال او في اخر كام سنه اللاعب، لكن يعني استخدموا في بعض الحالات نجوم كبار. لا لا، في عز عطائه، مش قضيه انه بيخلص. انا ممكن بالعكس يجيب لعيبه برازيليين او اوروبيين او افارقه وبيشطب، مجرد ان شاف لما راح قطر، ما كان لما خلص مهمته مع برشلونه قصد بقى ناخد شويه فلوس ونقفل يعني. لكن لا، انت واخد اللعيبه عندك على اعلى مستوى. لما النهارده مصر المقصه لعيبها صح، يدي حسين الشحات اللي كان مطلوب في النادي الاهلي لنادي العين 6 شهور ب500,000 دولار، يعني معناها ما يقارب 10 مليون جنيه 6 شهور. لما يجي الثاني يقوم بيديه للاهلي بعد كده السنه الجايه ب10 مليون واثنين لعيبه، بيبقى شاطر قوي يعني، تسويق على اعلى مستوى. ده اللي انا التوم ساعتها المستشار تركي الشيخ قال الشيخ انت عمال متحمس للعيبه المصريين كده ليه؟ انت هواك مصري. قال لهم انا لما اجيب لعيبه بهذا المستوى وهم من افضل اللاعبين على المستوى العربي دلوقتي والافريقي بالاسعار دي، لان التانيين برضو اسعارهم اعلى كتير، يبقى انا شاطر، مش قضيه ان انا بس بحب. هو كده كمان بيفيد بالصفقات دي بالظبط بالظبط، لان برضو الانديه السعوديه بتعاني الامرين دلوقتي ماديا يعني. حتى انه اطلق المبادره هناك ادعم ناديك، كل الانديه كل انت عشان التعاقد مع لاعب اوروبي او لاعب برازيلي او كله كله يعني في ديون كتير. اشهر اللاعبين حتى لو كان سنه كبر، زي ما قلنا بنقصد الاسماء اللي لها صدى كبير في الكره العالميه، التعاقد بينه وبين الدوريات العربيه بيكون مكلف جدا. مفيش كلام. لما يجي النبي استاد القرن، معلش يا كابتن عصام انا طولت شويه، والنبي كمل اكمل انا مستمتع بقى. الله يخليك، مستمتع بكلامك. الله يخليك كابتن عصام. لما يجي بقى اولا اول ترجمه للمعاني الجميله اللي قالها تركي آل الشيخ بعد فوز الكابتن خطيب، على طول لما يقول لك استاد القرن، واول مره في التاريخ يبقى فيها حاجه اسمها استثمار مصري سعودي اماراتي في استاد عالمي في مصر. طيب دي نقطه مهمه، الكلام ده مهم جدا ونقطه انطلاق لسؤالنا الجاي لحضرتك وللكابتن عصام. استاد القرن تحديدا، وهو اول اعلان ضخم لمجلس اداره النادي الاهلي حاليا مع بدايه هذا العام، وكان في الساعات الاخيره اللي بتسبق بدء عام 2018 هو هذا الاعلان. هنرجع نتكلم عن استاد القرن والمتوقع منه، ولماذا هذا المشروع هو بدايه عمل مجلس الاداره الحالي واول صفقه ضخمه للنادي الاهلي وللرياضه والاستثمار الرياضي المصري تم الاعلان عنها، وتاثيرها المتوقع ان شاء الله في حال اكتمالها ونجاحها بالشكل المرجو والمأمول ووفقا للدراسات اللي بيجري العمل عليها حاليا. ده هنتابعه مع الكابتن عصام عبد المنعم والاستاذ عصام سالم. ولكن بعد ما نتابع مع حضراتكم هذا التقرير، في حفاوه كبيره اماراتيه واستقبال اكثر من رائع لبعثه النادي الاهلي في الامارات. هنشوف مع بعض زياره رئيس نادي العين الاماراتي لفريق النادي الاهلي ولبعثه النادي الاهلي. نتابع معا هذا التقرير. مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، تتابعونا معنا بشكل يومي وحصري على شاشة قناة الأهلي كواليس حصرية لبعثة فريق النادي الأهلي هنا في إمارة العين استعدادا لمباراة السوبر أمام فريق النادي المصري. لكن صباح اليوم التالي لوصول فريق النادي الأهلي حرص الأستاذ غانم الهجري رئيس نادي العين ورئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي على زيارة بعثة فريق النادي الأهلي للإطمئنان على البعثة والإطمئنان على أحوال الفريق. أستاذ غانم الهجري رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي، برحب بك على شاشة قناة الأهلي وشرف كبير استضافتك في هذا الحدث من امام مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي. اول شيء ارحب بجميع البعثه ونتشرف بوجود نادي بحجم نادي الاهلي في دوله الامارات وفي مدينه العين خصوصا. ونادي الاهلي المصري ليس غريبا على مدينه العين، هو دائما ما يحظى بالمحبين، ووجودهم اليوم معنا اضافه لهذه المدينه. في البدايه طبعا استضافه ملعب هزاع بن زايد وتحديدا هو ملعب نادي العين هذا الحدث الكبير، مباراه السوبر والاهلي يلعب على هذا المباراه الملعب للمره الثانيه، كانت المباراه الاولى في العام قبل الماضي. صحيح، اليوم انا اعتقد الاهلي فرصته يلعب في ملعبه، اليوم هو صاحب الارض، نتمنى له التوفيق ونتمنى للفريقين التوفيق والخروج بصوره تمثل ما وصلت اليه الكره المصريه من تقدم. اليوم الكره المصريه في جميع مكوناتها ان كان على مستوى الانديه او على مستوى اللاعبين يجدون قدم على المستوى العالمي بوجود لاعب بحجم محمد صلاح يقدم رسالة سفير فوق العادة للكرة المصرية. الأهلي اليوم ووجوده في مدينة العين أعتقد أن إضافة للمدينة، محبين نادي الأهلي كثار في هذه المدينة وأنا أولهم،
انا اهلاوي من الزمن. اليوم وصلنا هنا لنرحب باخواننا ولنقول لهم عن قياده دوله الامارات وشعب دوله الامارات وكل محب لهذه الوطن ان مرحبا فيكم بين اهلكم واصحابكم. كيف تتابع فريق الاهلي خلال السنوات الاخيره ومتى بدا اهتمامك بالاهلي ومتابعته ومبارياته وايضا نجومه السابقين وابرز لاعبيه؟ طبعا احنا اليوم لما نرى على مجلس اداره نادي الاهلي الاستاذ الخطيب محمود، يعني احنا من عشرنا وقت الذهبي، فمنها وصار الكل يعني يشعر بانتماء لنادي الاهلي. اليوم الكرة المصرية ونادي الأهلي بالذات كان مصدر للنجوم، أصبحوا أعلام على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم. قيمة الأهلي وجماهيريته في الوطن العربي وتحديدا في الإمارات، بالطبع سنتوقع امتلاء الملعب عن آخره بجماهير الأهلي في ملعب هزاعة بن زايد. أعتقد المتابع احنا نتابع بيع التذاكر في بعد ما أعلن عن هذه المباراة، اعتقد اكثر من 7000 تذكره انباعت في اول الايام، فهذه مؤشر كبير على حجم الجماهير الموجوده في دوله الامارات وخصوصا في مدينه العين، وانا اعتقد ان المباراه ستتحدث عن نفسها وحضورها الجماهيري. من ايضا متابعه فريق العين الاماراتي عموري وابرز اللاعبين الاماراتيين في هذا النادي العريق الكبير، ونادي العين في الفترات الحاليه ايضا كمان تعاقد مع احدث اللاعبين المصريين حسين الشحات. أنا أتمنى فقط من الجماهير الأهلي ما تزعلش علينا، أن ندري كان الشحات هو أحد الأهداف المطلوبة للنادي الأهلي، ولكن هو ما راحش بعيد، راح من العين اليمين للعين اليسار، راح من الأهلي إلى العين، وإن شاء الله أنه يكون جاهز، أنه يكون بحجم الأهلي ويقدم مستوى يرضي الجماهير المصرية ويقدم مستوى يوفق اللاعب لاعب مجتهد متابعينا من فترة، استطاع أن يضع اسمه من ضمن أفضل النجوم الموجودين في مصر في المرحلة اللي طافت، ونعتقد أنه بيكون سفير فوق العادة للكرة المصرية في دولة الإمارات. حضرتك مع البعثة النادي الأهلي فور وصولها بالأمس ومتابعتها خلال الأيام القادمة حتى موعد المباراة والمغادرة هنا من إمارة العين. طبعا عناصر البعثة وجميع مكونات البعثة هم ضيوف علينا، ونتمنى أن يكون جميع الأمور لنتأكد أن جميع الأمور تسير في الأمر السليم ولا ينقصهم شيء. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال استاد الاهلي، وبعد ما تابعنا هذه التصريحات للسيد غانم الهجري رئيس مجلس اداره نادي العين الاماراتي، واللي اتكلم زي ما حضراتكم تابعته عن حبه لنادي الاهلي ومن محبي ومن مشجعي النادي الاهلي، واتكلم عن الصفقه الاخيره اللي تم الانتهاء منها بانتقال حسين الشحات من الدوري المصري الى نادي العين الاماراتي على سبيل الاعاره، بنتمنى له كل التوفيق طبعا في تجربته مع نادي العين الاماراتي، واتكلم عن هذه الحفاوه وهذا الحب الكبير للرياضه المصريه وللفرق المصريه وعلى وجه التحديد للنادي الاهلي خلال تواجده هناك في الامارات واستعداده لهذه المباراه، مباراه السوبر المصري. معانا على الهاتف زميلنا السابق في قناة النادي الأهلي والإعلامي المقيم حاليا للعمل في دولة الإمارات زميلنا الإعلامي عماد يوسف. زميلنا الإعلامي عماد يوسف مساء الخير وأهلا بيك. أهلا بيك، إزيك يا محمد وكل مشاهدينك، الحمد لله على سلامتك وتعودتك في الشاشة. الله يسلمك. الله يسلمك يا عماد، بشكرك جدا وسعيد بمشاركتك معنا. أنا طبعا أسعد، وطبعا بسلم على من الكبار يعني وأساتذتنا الكبار أستاذ عصام سالم، زي ما بيقولوا يعني لا يفتى ملكا في المدينه او ملك الامارات، خلي بالك، والاستاذ عصام طبعا عبد المنعم استاذنا الكبير يعني. بشكرك على يعني كلامك الجميل، وعايزين نعرف منك تفاصيل اكتر عن الاجواء هناك، الاستقبال، الاهتمام الاعلامي الرياضي في الامارات بوصول بعثه الاهلي وبعثه المصري ايضا واستعدادهم لمباراه السوبر، يعني حجم الاهتمام والمتابعه الاعلاميه والصحفيه الرياضيه للحدث بشكل عام والجماهيريه طبعا. طبعا مباراة الاهلي والمصري او مباراة السوبر المصري تحديدا في اهتمام اعلامي كبير جدا، سواء على مستوى الجماهير او حتى على مستوى الصحافه ومستوى الاعلام. لا يخفى على الجميع كرة القدم المصرية تحديدا بتحظى بشعبية كبيرة، سواء للاهلي او الزمالك او حتى الاندية الاخرى زي المصري. كابتن حسام تحديدا لو هنبدا نتكلم مثلا على نادي المصري اللي هو كان البادئ في القدوم الى ابو ظبي، والنهارده
صباحا توجه الى العين واقيم اقام فعلا في مقر الصمت في العين. حفاوه كبيره جدا كابتن حسام وكابتن ابراهيم حقيقه عندهم شعبيه كبيره في الامارات، لعبوا قبل كده هنا بيجوا كتير، جمهور الاماراتي والعربي عارفهم بشكل كبير، وعندهم طبعا شعبيه كبيره حتى من الجمهور المصري اللي بيشجع الانديه المختلفه. الامور بالنسبه لهم كانت مستقره جدا، وصلوا النهارده ابو العين من ابو ظبي ان هم جايين قبل الاهلي بيوم، اتمرنوا النهارده في تمام الساعه 8 مفيش اي اصابات، الامور كلها جيده. شفت التمرين في حاله يعني اصرار كبيره جدا وتركيز عالي جدا من لعيبه النادي المصري وفي الجهاز الفني، وواضح يعني هيبقى في شغل قوي جدا هيكون يعني معمول في الملعب. كابتن حسام اتكلم عمل محاضره، كابتن فتحي حسن عمل محاضره لعيبه النادي المصري قبل المباراه، قبل اسف التدريب وبعد التدريب، ودايما كان انهى تدريب النهارده وبالامس في فقره كده لضربات الجزاء عشان المباراه لو راحت في ضربات الترجيحيه. النادي الاهلي طبعا حفاوه كبيره جدا، جمهوره كبير ومن المتوقع طبعا يعني يملا جنبات استاد هزاع بالزايد، جمهور الاهلي بشكل وبنسبه كبيره جدا متواجد الجمهور اينما ذهب النادي الاهلي سواء في مقر الاقامه او حتى في التدريب. النهارده التدريب ايضا كان قوي، ابرز اللعيبه الكبار كانوا النهارده في النادي الاهلي في حاله ريكفري، اتمرنوا بشكل مختلف لان هم كانوا لاعبين مباراه الزمالك. كابتن حسام خد المجموعه الاكثر اللي ما كانتش لعبت مباراه الزمالك، هي كانت بره الستور او حتى شاركت بنسب في المباراه، كان عامل شغل تكتيك كبير جدا. في طبعا اهتمام بعد نهايه التدريب حضور بعض الجماهير للتدريب وايضا لمقر الاقامه زي ما قلت لك ان في طب يعني طب خليني اسالك كمان عن 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 نقطه عايزين نعمل فيها مقارنه سريعه بين الفريقين وموقف الجهاز الفني للاهلي بقياده كابتن حسام البدري وللمصري بقياده كابتن حسام حسن. احنا عرفنا من زميلنا محمد سعيد مراسل قناه الاهلي ان كابتن حسام البدري بيحاول ان يحيط الفريق وتدريباته واستعداداته الفنيه باكبر قدر من الكتمان والسريه وصولا للحظه اعلان قائمه المباراه والتشكيل وطريقه اللعب اللي هتبان خلال المباراه نفسها. هل الكابتن حسام حسن بيتعامل مع الاستعداد وفتره الاستعداد للبطوله للقاء السوبر بنفس الاسلوب ولا بيتعامل بمنهج مختلف؟ لا لا بنفس الاسلوب، لان حتى كابتن حسن يعني هي طريقته كده انه دايما بيحب يبقى قافل على الفرقه بشكل قوي، حتى ربما يوم المباراه التشكيل بيطلع في اللحظات الاخيره دايما. المباراه دي هو مركز بشكل كبير يعني نفس الناس، مفيش حضور للاعلام، لان برضه خليني اقول لك ان يعني جموع الصحفيين المصريين لسه واصلين النهارده، فهم ما لحقوش لا تابعوا التدريبات بتاعت الاهلي ولا تدريبات المصري، فاعتقد الجزء اللي هيكون مسموح لهم هو التدريب الرئيسي غدا على هزاع. يعني الضغط الاعلامي على الاجهزه الفنيه وعلى الفريقين هيبدا من بكره ان شاء الله، اعتقد كده. بس هو الجهاز الاداري سواء للنادي الاهلي بقياده كابتن سيد عبد الحفيظ وطبعا بتعليمات الكابتن حسام البدري، او حتى في الجانب الاخر من الكابتن ابراهيم يوسف ومعاه كابتن وليد بدر وحسام حسن، في تعليمات صارمه جدا وشديده جدا بعدم يعني تواجد اي حد حواليه الملعب، لان انت عارف يا محمد في التوقيت ده الشغل التكتيك بيبقى اكتر، حتى ليله المباراه وطبعا اساتذتنا الكبار موجودين ويتكلموا، في ليله المباراه دايما بتبقى الامور كلها اغلبها محسومه بشكل كبير، خلاص الموضوع يعني بدا يعني في رأي كل مدير فني بقى عارف ايه الطريقه اللي هيلعب بيها. وخلي بالك هو بشكل كبير هو يعني الاهلي والمصري هو كتاب مفتوح سواء لينا سواء للاثنين مع بعض، بس كل واحد بيحاول ان هو يعمل جمل مختلفه، يحاول يبدا في لعيب ممكن يكون في التشكيل بشكل يعني مختلف او مفهوم، يعني بيبقى في مساحه طبعا للتغيير او المفاجات الخاصه بالمباراه نفسها، لكن في اطار طبعا معروف عن الفريق بشكل عام خلال الفتره اللي فاتت. اللي شفت انا شفت التدريب، شفت التدريب المصري بالامس والنهارده وتدريب الاهلي النهارده، يعني بشكل كبير الامور محسومه ومعروف ايه اللي ممكن يحصل، بس هيتبقى التكتيك وطريقه اللعب وهيقابلوا بعض ازاي ومين اللي هيبدا بالمبادرات. بس انا اللي شايفه بتوقع ان المباراه هتكون قويه جدا وهتكون صارمه جدا على المستوى التكتيكي. اللي لاحظته قوي يمكن يا محمد في التدريب الكابتن حسام البدري والكابتن حسام حسن، ان كل لمسه او كل همسه في التدريب بيوقف التدريب ويبدا يشتغل عليها، لا نغير دي، لا يعني في حاله تركيز شديده جدا. الجانب الخططي في تركيز كبير قوي عليه على الالتزام بيه من الاجهزه الفنيه. مظبوط، حتى على طريقه يعني لما تشوف اللعيبه طريقه تركيزهم اكنهم في التدريب بيلعبوا مباراه
يعني رسميه قويه جدا، كله مركز، محدش بيهزر، حتى ما فيش كوره استغربتها في تدريب المصري بالامس تحديدا، ان الكوره خلاص خارجه وطالعه، اللاعب المصري بيقاتل عليها وبيعمل تكتيك عشان يلحقها، فتحس ان في شراسه في ان كل لاعب عاوز يثبت للمدير الفني ان هو يكون موجود. وطبعا في المقابل الاهلي يعني زي ما قال حدث ولا حرج، يعني تدريب قوي وبشكل يعني شرس جدا، ان كل واحد عايز ان انا موجود وعايز اتواجد، بس زي ما قلنا التشكيل الرئيسي سواء في المصري او في الاهلي موجود، ممكن يكون في تغييرات هتكون طفيفه وبسيطه الا لو المديرين الفنيين الاثنين هيفاجئونا في حاجه مختلفه او حاجه معينه، لكن اعتقد من التدريب بتاع النهارده تحديدا ممكن الاهلي زي ما قلت لك يعني اللعيبه كانوا مريحين الهاتفين كانوا ريكفري، الباقي هم اللي اشتغل معاهم خطط الكابتن حسام البدري، بس واضح ان هتبقى خطوط اللعب مقفله جدا، الاثنين عندهم رغبه قويه جدا ان كل واحد يحسم اللقاء لصالحه. اكيد طبعا، اكيد اكيد في رغبه في الفوز بالبطوله وتركيز، ويعني ملاحظتك ان في اهتمام كبير على الشغل الخططي خلال التدريبات والاستعدادات، وان هيكون واضح حسب كلامك طبعا لانك متابع من موقع الحدث ان في التزام كبير بيها مفروض على اللاعبين من الاجهزه الفنيه في الايام اللي بتسبق اللقاء. خليني اقول لك ابرز تصريحين من الجانب المصري، ان اعتقد الاهلي ضاغطينه بشكل رائع، يعني اتفضل عماد المندوب مدرب حراس مرمى المصري ابرز كلمه قالها لي، قال لي احنا بنلاعب فريق كبير جدا النادي الاهلي وعنده عناصر في منتهى القوه، يعني انا بكلمه مين ابرز اللي يعني عامل لهم حساب، قال ان النادي الاهلي نفسه في ان عنده جهاز فني محترم جدا وعنده عناصر كلاعبين عندهم خبره وعندهم ثقل كبير في الملعب، وقال انا هثبت لك ان النادي الاهلي عنده لعيبه كبيره، قال لي يعني النادي الاهلي هيقرر لعيبه معاره لعيبه كتيره جدا زي مؤمن زكريا وغيره من اللعيبه، فقال لي لما تشوف فريق بحجم النادي الاهلي بيطلع لعيب زي مؤمن اعاره يبقى شوف بقيه اللعيبه عامله ازاي. كابتن ابراهيم حسن قال ان النادي الاهلي ده تصريح كان رسمي حتى ليا النهارده امبارح بالامس، قال لي ان النادي الاهلي نادي كبير جدا عنده مقومات البطوله، ده شيء طبيعي واحنا عارفين ان الكره تبقى شرسه جدا جدا جدا، وانه بيمتلك مجموعه من افضل اللاعبين اللي موجودين في مصر على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، وهو قال ان معاه جهاز فني محترم واشاد بالجهاز الفني، وتقريبا كابتن حسام حسن كان نفس الكلام، وقال ان احنا مركزين قوي لان عارفين ان كل يوم هنلعب سوبر، يعني النادي المصري كل تفكيره كابتن حسام حسن اعتقد ده حتى كلامه للاعيبته انتوا مش كل يوم هتيجوا تلعبوا سوبر، فان دي فرصه لازم اللعيبه تستغلها بشكل كويس، قتلوا عليها بشكل يعني رهيب جدا، تقدروا مفهوم يعني تعملوا حاجه. انا بشكرك جدا عماد، بشكرك جدا على مشاركتك معنا، زميلنا الاعلامي عماد يوسف من الامارات، بشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطيه وهذه المتابعه، وكمان يعني كل التفاصيل الاخيره الخاصه بالتصريحات للاعلام الاماراتي ولوسائل الاعلام الاماراتيه، واكيد التركيز او الاحترام اللي قلت انه موجود في صفوف الجهاز الفني وانعكس على تصريحات اعضاء الجهاز الفني للمصري بشان الجهاز الفني للنادي الاهلي وقدرات نجومه ولاعبيه، اكيد موجود على الجانب الاخر عندنا في النادي الاهلي، جهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري واللاعبين اكيد هيتعاملوا بكل احترام وجديه وتقدير لقدرات المنافس في هذا اللقاء النادي المصري البورسعيدي، واكيد هيكون معمول له حساب جيد فنيا وبدنيا وخططيا في هذا اللقاء، لان طبعا الاحترام المتبادل وتقدير حجم وقدرات الخصم امر مهم جدا ومن اهم عناصر وعوامل الفوز. طيب استاذ عصام عبد المنعم والاستاذ عصام سالم، متهيألي الابديت اللي بيحصل ومتابعتنا باحدث الاخبار والتقارير بيفرض علينا ننتقل دلوقتي للجانب الخاص بمباراه السوبر بجانبيها التنظيمي والاداري واستضافه دوله الامارات العربيه المتحده لها، وايضا الجانب الفني المتوقع لهذا اللقاء وقدرات الفريقين، ثم نعود في الجزء الاخير من هذا اللقاء للحديث عن مشروع القرن، لان كان بدا الحديث عنه واشار له الاستاذ عصام سالم وله ابعاد كثيره جدا هنتكلم عنها. عايز ابدا مع حضرتك، رأيك من المتابعة من التصريحات اللي قالها لنا زميلنا عماد يوسف عن تصريحات الأجهزة الفنية هناك؟ طيب هو أنا في البداية عايز يعني أشير لحاجة احنا واخدينها بشكل طبيعي، إنما هي محتاجة وقفة. إنك تلعب سوبر بين بطل الدوري وبطل الكاس أو ده شيء طبيعي بتلعب في كل بلد، انما عشان تلعبه في بلد تاني، مين هي بقى البلد التاني دي بالنسبه لك؟ يعني انت اخترت انه شأن محلي صرف ليس للطرف المضيف ادنى علاقه بيه، وتروح تلعب
السوبر بتاعك في دولة الإمارات. يبقى معنى كده أن أنت بتعتبر أن البيت واحد. أنا بتكلم بجد، ده شيء حاجة خاصة جدا بتاعتنا، يعني حاجة خصوصية. بطل الدوري المصري وبطل الكاس المصري يلعبوا فين؟ في مدرمان؟ هيلعبوا في القاهرة، في ملعب من الملاعب المصرية، في اسكندرية، في بورسعيد، يلعبوا في مصر. إنما عشان تلعب في دولة الإمارات، أنا عايز أقول إن هي دي الخصوصية اللي كلنا حاسين بيها، خصوصية علاقة مصر بالإمارات، وخصوصية إحساس المواطن المصري بإنه الإمارات دي حاجة غالية علينا وإحنا غاليين عليهم، وإنه هم يعني مننا وعلينا زي ما بيقولوا، يعني إحنا مش ضيوف، إحنا فتحوا لنا صالون ودخلنا وهنعمل المولد بتاعنا هناك، بطل الدوري وبطل الكاس بيلعبوا هناك، وكأنه شأن إماراتي محلي بيحرصوا على تكراره كل سنة. شيء الحقيقة يعني يجب أن احنا نقدره، نقدره ونرصده ونشوف هذا السلوك المحترم، لأنه الحقيقة الشعب الإماراتي شعب محترم جدا، هما بيحبونا قد ما بنحبهم، يحترمونا قد ما بنحترمهم، وياريت يبقى ده شأننا مع كل الدول العربية. والحقيقة حتى من خلال يعني لو قراءة موضوعية دايما لنظرتنا ومتابعتنا مع الأشقاء من الإمارات اللي بيتعاملوا مع المصريين في أي مكان، من خلال مهام عمل أو في رحلات سياحية أو من خلال أي نوع من أنواع التعاملات اليومية، قراءة موضوعية بحتة بعيدا عن الحب الكبير اللي بين الجانبين المصري والإماراتي ولا خلاف عليه وليس محل نقاش، ولكن فعلا زي ما قال الأستاذ عصام الإماراتيين طيبين، فعلا الكلمة دي دايما تتقال عن الشعب الإماراتي إنه شعب طيب وراقي ومتحضر، وسلوكياته ومعاملاته يعني على أفضل وجه وعلى أكمل وجه، ده حقيقي. طب خلي بالك، شعب طيب وذكي، أصل إحنا بالنسبة للمصريين عندنا يقول لك ده راجل طيب، ده موضوع لا مش يعني الطيبة مع الذكاء والتحضر والرقي والتقدم والطموح، يعني هم طيب المعدن. ما تفتكر كده الشيخ زايد وتشوف الأصالة، أصالة العربية والشهامة العربية والنجدة، فيعني هم عندهم هذه الأصالة، إنما هم أول الخلايجة اللي اتطوروا وتعلموا وتنوروا وعملوا نهضة حقيقية، وعملوا نهضة مستدامة، وعملوا نمو مدني وعمراني، مسألة مش مسألة فلوس، واستثماري واقتصادي، كل يعني حضرتك بتتكلم عن بشكل عام تطوير تطور مدني، إن يعني أنت تبقى انسان متحضر ومتمدين، مش ان انت يبقى عندك ناطحات سحاب وعربيات 20 متر وفلوس وشياكه، لا، هم عندهم اسلوب متحضر في التنشئه، فاصبحوا ناس متحضرين، يعني تشوف الكواليتيز بتاعه الانسان، الشخص اللي بتتعامل معاه تقول سلوكه طيب على خلق بالزبط. الانسان ده متحضر وراقي في سلوكه، يعني انا يعني بقول الكلام ده الحقيقه لانه احب ان المصريين يعرفوا الناس دول بيحبونا قد ايه، الاماراتيين دول بيحبونا قد ايه وبيحترمونا قد ايه وحريصين علينا قد ايه واحنا غاليين عليهم، فلازم نحسسهم ان هم كمان غاليين علينا. اكيد اكيد طبعا. انا هاخد زاويه ثانيه، بس حسن حضرتك الاول قبل ما تاخد الزاويه الثانيه، وحضرتك قول كما تشاء واضيف كما تشاء، لكن لابد ان نذكر مشاهدينا في كل مكان باللي قلناه في بدايه الحلقه، لحضرتك لك باع طويل من الخبرات من خلال الحياه والعمل في الامارات لسنوات، وده يخلينا اكثر حرصا على سؤال حضرتك ليس عن الجوانب المحيطه بالعلاقات الرياضيه او مباراه السوبر بس، ولكن اللي كان بيتكلم عنه كابتن عصام منعم، طبيعه العلاقه بين الشعبين المصري والاماراتي، بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي، وهذا الحب من الامارات لمصر المنعكس على استضافه بطوله مصريه بشكل سنوي. يعني رغم ان علاقتي اعمق بالمجتمع الاماراتي من الكابتن عصام، لكن انا كنت مستمتع بكل كلمه بيقولها، لا بجد انه بيجسد حاله. المساله في يوم من الايام كان الشيخ زايد بيزور مصر، انا اجيب لك بس من اصل الحكايه بالاعماق بقى، وقابل الرئيس السابق حسني مبارك وقال له انا بس مستغرب ازاي بتاكل ال 70 مليون اللي عندك، كنا 70 لسه الحمد لله، لو وصلنا 100 ولا 104 يعني، ده انا عندي مليون ونص ما بنامش الليل عشان اوفر لهم الحياه الكريمه. عموما يا سياده الرئيس اعمل اي مشاريع تخطر على بالك وانا معاك، شوف قد ايه الجمال من ايه من فين وحامل هم المصريين. بعد 25 يناير قابلت الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي،
هذه الشخصية الجميلة المحبة تماما لمصر. فبقول له أنا بشكرك باسم كل المصريين على وقفة الإمارات مع مصر. قال لي لا، احنا واقفين مش في قضية مع مصر، احنا واقفين مع نفسنا. احنا من عطاء مصر ده، لما أقف مع مصر أنا واقف مع نفسي. وطلع التصريح الشهير مستعدون أن نختصم لقمة العيش مع الشعب المصري. إيه الجمال ده؟ ده الفرق بين الإمارات وغير الإمارات. ده شايفك أخوك كبير في مأزق واقف جنبك دون أن يمن عليك. مسألة ما فيهاش خالص، مش هتدفع الثمن خالص. الوافة دي أنا مش فاكر. الشكر اللي حضرتك وجهتها دي كانت بقى في لقاء بعد 30/6 على موقف بالزبط. يعني من الأحداث السياسية والمغامرات اللي حصل في مصر. فهو طبعا شيء طبيعي، كان واجب عليا كمصري إن أنا فعلا أشكر القيادة دولة الإمارات على الوقفة اللي فعلا كانت يعني نقطة فارقة في الأحداث، يعني هي والسعودية بالتأكيد عملوا دور تاريخي. يعني لما جم ده يبقى الرد، احنا بنحمي نفسنا قبل ما نحمي مصر من هذا الشر الكبير. دائما في كل المواقف تتجسد قيمة العلاقة والخصوصية وخصوصية العلاقة بين مصر والإمارات، حاجة مختلفة خالص. لما نيجي النهارده مباراة السوبر، كانت 2015 أول مباراة سوبر في الإمارات، أهلي وزمالك في الإمارات في استاد هزاع بن زايد، نفس الملعب بتاع نادي العين. بعض المصريين بقوا متحسسين زي ما الكابتن عصام بيقول، قال طب أنا عندي دوري بطل دوري بطل كاس، ما إحنا أولى من إحنا ننظم الحدث ده. أولا هم عملوا في الجزئية دي بالذات خدموك مرتين. الخدمة الأولانية لما أروح أهلي وزمالك هناك معناها إن أنا تجاوزت المأزق الجماهيري اللي أنا عايش فيه. الملعب مليان، انا داخل الاستاد حسيت ان دموعي بتنزل. ايه ده، دي مصر، المشهد ده فين؟ الملعب على الاخر، شغل 2006 هنا، الاسر جايه بالكامل، ناس جايه تستمتع، منتهى النظام، منتهى الالتزام، القانون على الكل، الدخول والخروج منتهى الانسيابيه. الناس هناك زي ما كابتن عصام بيقول لا، متحملين مسؤوليه كبيره. يعني انت في الاخر انا ذنبي ايه في الجو ده يعني؟ وقالوا الزمالك ممكن تحصل مشاكل، يعني تعرف كل ده؟ لا، ده عشان انا بحبك بساعدك انك تخرج من المشاكل اللي انت فيها. تيجي في الاخر بقول لك انا من الاول راهنت، قلت مش هيبقى في اي مشاكل في وجود الجمهور، مش هيحصل اي مشاكل، لان النظام هناك يا كابتن عصام. لا انا حضرت على فكره السوبر السنه اللي فاتت. اللي فات على طول حضرته. الناس هناك القانون فوق الجميع، كل واحد هناك بيدور على لقمه عيشه. انا اتجاوز مين؟ حتى لو انا بتجاوز التطور مصر. المدني والتحضر اللي اشار له الكابتن عصام عبد المنعم اللي انعكس على كل سبل وجوانب الحياه هناك. خلينا انا بقول لك انا مستمتع بكلام الكابتن عصام، بس انا بضيف بس تاتشات كده على كلامه يعني مش اكتر يعني. البلد دي لما توصل لمرحله ان تعمل لوزاره للتسامح، وزاره للسعاده، ده يعني ده احنا وصلنا لمرحله عاليه قوي. ايه الجمال ده يعني؟ في دوريات امنيه ماشيه في الشارع عشان الاستاذ محمد الجندي وراكب عربيته وراجل ملتزم في الشارع، تقول لو سمحت على جنب على جنب، اتفضل هديه مننا لانك ملتزم، مش انا بدور عشان عاقبك. ده مرحله بقى الدوله اللي بتتكلم بقى ازاي اطور ازاي ازاي يعني ايه الجمال ده يعني في الامور. وبعدين انا مرحله من الرفاهيه. انا كل سنه من السنين دلوقتي يرفعوا لها شعار، السنه اللي فاتت مثلا عام المراه، الكل يهتم بهذا القطاع. السنه دي عام زايد، من اول يوم 1/1/2018 ده عام زايد. عام زايد معناه ايه؟ الخير والعطاء والتضحيه واللي 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 ومبادرات بقى، مش قضيه ان شعارات بنقولها، لا مبادرات على ارض الواقع. ترجمه القيمه او المعنى كله ده كله. عام المراه ده كان عامل ازاي بقى؟ يجي النهارده ماتش في ماتشات الدوري هناك، قبل المباراه نجيب شخصيات بنات عاملين دور مهم في المجتمع، تعالوا نكرمكم قبل المباراه. شغل كده قدام الجمهور وقدام وعلى الشاشه التلفزيون وحاجات لها صدى خالص خالص. قد ايه جميل طبع. واحدة انت بتكرمها ما يجيش على بالها ابدا شكل هذا التكريم، انك في الاخر قدام كل الناس لا انا بكرم. تحس ان هو مجتمع مبني على المبادرات، لان في الاخر عايز يوصل لابعد نقطة ممكنة. ان انا اقول لك 2030، كتير من الدول بتقول استراتيجية 2030، لا ده 2030 تحس ان اوصل للقمر، لان كل سنة فيه جديد، مفيش حاجة اسمها سباق مع الزمن. زي ما الاستاذ كابتن عصام بيقول مش ناطحات سحاب، لا العقول نفسها تعرف طموحة بشكل غير عادي وافكار غير عاديه وشغله كله لقدام. يعني تعرف مفيش حاجه بس احنا بنتفائل يا استاذ عصام ان كل دوله لو بدات مشروع اصلاحي او بدات خطوات حتى لو في المحيط من سبقها، احنا بنحاول كلنا بنبني على ما سبق وعلى الخطوات التقدميه المحيطه بينا، والنهارده الدوله دي وصلت لمرحله اكثر تقدما. الدوله دي تحاول يعني محدش يقف مكانه ويقول اصل اللي جنبي سبق. لكن انا في الاخر لما هناك انا اولا لما تيجي المجتمع ده مثلا بادئ بمليون، مليون ونص، 5 مليون، 7 مليون، بينمو.
الفكره بقى اللي هناك فكر مختلف في ايه؟ ان انا لما اجي من الطرق النهارده بعمل حساب ل 20 مليون. صحيح. خطط مستقبليه. مش 4 مليون و5 مليون. اللي هي الفيجن. لما نبقى 20 مليون هنبقى ايه؟ ده الوضع اللي مش عامل البلان لبكره بس وبعدين اتفاجئ ان وهم اكسر تاني واعمل من جديد تاني واكلف تاني. هو ده هو ده. كيف تستثمر الثروه؟ مش قضيت انا ممكن يكون معايا فلوس ومش عارف اعمل بيها ايه، لكن ده الخير باين على البلد. بس انت وانا اقول لك تعمل كلام حضرتك رجعنا تاني الكلام مترابط كله، يعني الكلام ده ممكن يبقى خلق تاني على الاستثمار في مشروع القمه. مفيش كلام استاد الاهلي، بس احنا عايزين نبقى قليلا مع فكره مباراه الاهلي والمصري. الجانب الفني، كيف ترى الفارق كابتن عصام عبد المنعم بين هذا اللقاء، اللقاءين اللي فاتوا في الامارات، لقاء العام الماضي والعام قبل الماضي؟ العام قبل الماضي انتهى بفوز النادي الاهلي 3-2، العام الماضي انتهى بفوز الزمالك بضربات الجزاء او بضربات الترجيح، ركلات الترجيح، بركلات الترجيح او ركلات الجزاء الترجيحيه كما يطلق عليها البعض، يعني المسمى ده كمان بيستخدم. هي ضربات الترجيح وضربات الجزاء دول لا ضربه ضربات الترجيح من نقطه علامه الجزاء هي اسمها ده بقى المصطلح الدقيق، ضربات الترجيح من نقطه علامه الجزاء. هو العامين اللي فاتوا انتهوا باللقاء كان بين القطبين الكبيرين الاهلي الزمالك، سيناريو مختلف هذا الموسم لأول مرة في نفس الملعب في نفس الدولة العربية الشقيقة في الإمارات، ولكن اللقاء بين الأهلي والمنافس مختلف هذا العام مع المصري. شايف الأمور فنية مختلفة عن العامين الماضيين وليه؟ يعني تبقى الاختلاف دايما اختلاف حالة الأطراف، حالة كل طرف في التوقيت اللي بتقام فيه مباراة السوبر. المباراة يعني ليها ظل من المنافسة داخل مصر في الدوري المصري. الطموح بتاع الإخوة حسن وشعب بورسعيد والنادي المصري ولاعبته إدارته طموح الفوز بالبطولة، يعني هو بيطمح الفوز بالبطولة، يعني مش 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 عايز يبقى منافس قوي بس ويقف على كده، انما غيره يبقى البطل. لا، هو عايز يشيل الدرع وعنده اقتناع بانه يستحق ويقدر ويقدر يعني لا يقدر، دي ممكن تكون انت بتعمل اوفر استيميشن لنفسك، انما هو بيقول لك انا استحق وانه لو حد غيره يبقى واخد حقي. يعني هم عندهم احساس انه هم السنه دي لازم وبالتالي هم عندهم هواجس ان كل الدنيا بتشتغل للاهلي، وان يعني ايه ما هو الاخوه دول برضو يعني مخهم في مساله التامر ده وارد ان يكون كده، لكن انت بتتكلم دلوقتي على بطوله من مباراه، بطوله من مباراه. انا في تقديري انه باستمرار المنافسات اللي زي دي بيبقى الدور الكوتشنج مهم للغايه. وبالنسبة للنادي الأهلي محتاج أنه يكون الأسلحة بتاعته التقليدية، وفي أسلحة تقليدية وفي أسلحة حديثة. أسلحة تقليدية اللي هي اللعيبة القدام اللي هم الماتشات اللي هي حاسمة وعلى ألقاب دايما بيعتمد عليه، لا يعني خاضوا منها كتير، عندهم خبرات كتير، فالجزء العصبي فيها مستبعد. قدرته على التركيز في الخطه وفي واجباته وكلام من ده، واحساسه بالملعب والجماهير اقل من الشخص الاخر اللي هو بالنسبه له اول مره بيلعب سوبر، اول مره بيبقى فيه جماهير خارج ملعب الوطن وهكذا. ف يعني احساس الغربه ده بيقلل من ارتباطه بالخطه فبيشرد احيانا. فالنادي الاهلي المره دي هو ميزته عن كل أندية الدوري انه الاقل في كل الأندية تغييرا في الهيكل الاساسي عن السنة اللي فاتت، عن الموسم اللي هو كسب فيه. يعني برونا ده خارج الموضوع، مشكلة نادي الزمالك العكس، مشكلة نادي الزمالك انه مجدد بنسبة كبيرة جدا، التغيير الشامل، تغيير كتير قوي في صفوف الفريق، وبالتالي مفيش تجانس، مفيش ترابط، مفيش فرقة. انت كل مرة وبعدين عنده لعيب كويس قوي ايمن مثلا حفني ده، بس نايم بقاله 8 سنين ما بياخدش، وبعدين بتديله فبيغرد منفردا، يعني بيأدي اداء 8 شهور
نعم حضرتك بتقول بقاله قد ايه يعني لعيب بعيد عن فورمته بقاله 8 شهور مش 8 سنين يعني لا يعني انا بتكلم على بعيد وفتره طويله ندافع بيه بعد فتره هو مش جاهز فيها انه خارج المنظومه مش هيدي انتاجه المعروف بص عنه. في لعيب سهل انه هو على حافه المنظومه بتحطه او تشيله انما في كي بلاير او لعيب محوري ده لما يبعد يبقى بعد عشان يرجع تاني لازم المنظومه كلها عشان كده هو كان تحس انه يعني كويس بس مش منتج هو لعيب كويس قوي بس في الماتش ده مش منتج مش في احسن حالاته مش ده انتاجه لانه هو مش متجانس مع التيم اللي موجود المحيطه بيه في الملعب يعني حضرتك هنا بتقول عندنا في ميزه للاهلي عندنا ميزه قبل لقائنا مع المصري في مباراه السوبر انه الفريق حسب كلام حضرتك او بالمقارنه مع باقي فرق المسابقات المصريه هو الاكثر استقرارا من حيث العناصر اللي بيعتمد عليها في الملعب وتماسكه جهازه الفني والعناصر والاكثر مرونه خططيه لانه يقدر المدرب بتعليمه بسيطه انه يعمل تغييرات مرنه في الخطه على ضوء مجريات المباراه في نفس الوقت هو بيواجه طموح اسطوري عند الاخوه حسن وبيبصوا في الفرقه انه يعني دي المباراه دي مقدمه لان انا بطل الدوري درجه المنافسه عاليه جدا والمباراه يعني لابد للاهلي احنا بنتكلم بقى في قناه الاهلي ما اقدرش ادي نصايح للمصري لابد انه تتاخد بمنتهى الجديه. طيب وراي حضرتك استاذ عصام بشكل عام رؤيتك برضه ارجع خطوه لورا لان انا الجمله اللي قلت لك قبل كده ان في الاخر هم خدمونا مرتين الامارات عشان بس نكمل هم خدمونا في ان فعلا كسر لك الحاجز الجماهيري ده وعمل لك مباراه جماهيريه غير عاديه بين الاهلي والزمالك مره ثانيه يعني. الحاجة الثانية اللي خدمونا فيها لما وافقوا على استضافة مصر للسوبر الإماراتي. في الآخر كان في مباراة الجزيرة والأهلي هنا في سد الدفاع الجوي وده كان أول مرة بالنسبة لهم يخرجوا برضو من إطار الملاعب الإماراتية ده كان برضو نفس الحكاية وده برضو مصر قدمت نموذج رائع للتنظيم الكل كان خايف إن هناك جالية مصرية كبيرة تضمن إن الملعب يتملي هنا مفيش جالية إماراتية كبيرة فممكن الملعب يبقى فاضي يبقى شكلها مش حلو ابدا وساعتها يقولوا يا ريتنا عملناها في الامارات لان الجمهورين موجودين هناك بالعكس كان التنظيم هنا على اعلى مستوى الملعب كان مليان وفي جمهور الزمالك بيشجع الجزيره وجمهور الاهلي بيشجع الاهلي وبقت ايه دخلت برضه في الجو ده فعملت حاله قد ايه اسعدت الاماراتيين يعني في الاخر هو هنا خدمك في ايه بقى؟ قال برضه الرساله لكل العالم ان مصر بلد امن وامان انا مختار مصر كان في هذا الوقت يا استاذ محمد هديك بس معلومات كان معروض ان المباراه تتلعب في لندن او تتلعب في ميونخ هم اختاروا مصر ان برضو كانت دي عشان اقول للناس لا مصر بلد الامان يعني شوف قد ايه الخدمه اللي بيعملها لك النهارده مباراه السوبر لما تيجي تاني ترجع للاستاد هزاع بن زايد اللي خد افضل استاد في العالم عام 2014 بدا تاسيسه سنه 2012 اكتمل 2014 ونافس على افضل استاد وكسب اللقب في ذلك الوقت لانه فعلا تحفه معماريه على اعلى مستوى حتى جددوا الاضاءه فيه الفتره الاخيره انت عارف كانوا هم عاملين لفته لذيذه قوي في مباراه الاهلي ماتش الاهلي والزمالك الالوان عماله تتغير لون الاهلي ولون الزمالك الابيض والاحمر على طول في كل الاستاد الخارجي المشهد الخارجي من بعيد انت شايف مشهد غير عادي تحس انك فعلا انت في احد افخم الملاعب الاوروبيه مفيش مجال يعني الجماعه دول فعلا زي ما بقول لك كده بيجيبوا من الاخر مفيش حاجه اسمها نبدا من الاول ونطور ونعمل لا انا باخد من حيث انتهى الاخرون فالمساله مش وبعمل المشروع مش لحسابات بكره بس لا خالص انا بقول لك يعني لا خالص و20 30 50 سنه يعني مساله مش لما نيجي النهارده كان وجود الاهلي والزمالك مع بعض ضمان حقيقي لنجاح السوبر يعني انت عارف انت بتاخد قمه الكره المصريه انت ضامن وانت مغمض هتنجح التجربه حتى لو اقيمت في اي مكان الاهلي والزمالك في اي مكان هيعملوا الجو ده انا كان كل الخوف طب ماذا يحدث لو ان فريق من الاهلي او الزمالك غاب عن السوبر هل هيتحمس الاشقاء الاماراتيون لاستضافه نفس الحدث ولا المساله هتخف؟ وهو ما حدث هذا ما هو تجربه عمليه ده الاخطر من دي ان ممكن تيجي مثلا بعد كده مثلا مصر المقصه والمصري ده وارد في الكوره ده بطل دوري بطل كاس هيقبلوا ايه الحسابات هيقبلوا الجماهيريه هو عايز يعمل جو لما تيجي قناه ابو ظبي مش قاعده هو بيختار طبعا هو لا ما هو هو يقدر ياخد او ما ياخدش ما المساله ما فيش حاجه مفروضه عليه يستضيف او لا يستضيف بس هو في الاخر لا هو بيقيم انت اذا كانها سلعه انا باخد سلعه بمواصفات عاليه انا اخد ليه مواصفات قليله في الاخر اعملها والملعب يبقى فاضي ده متوفر بوجود الاهلي في هذه القمه ان احنا هنواجه المصري انه الامر يعني لا يختلف كثيرا حتى وان كان دايما مباراه الاهلي والزمالك
الزمالك داخل او خارج مصر. لو اقيمت خارج مصر زي ما شفنا مباراه اقيمت في جوهانسبرج في يوم من الايام جمهور الزمالك هيروح يشجع المصري ده وارد، بس برضه يا كابتن عصام مع الفارق، لان في الاخر مشجع زملكاوي مش هيدفع سعر التذكره الغالي ده عشان يشجع المصري، لكن لو الزمالك لو دفعته ضعف الثمن هيروح. لا ربنا كريم ربنا كريم ولا فكره استمتاع بالحدث ولا مشجع ايا كانت انتماءاته، لو مشجع مش اهلاوي يعني جمهور الاهلي اكيد هيلتف وهيملى الاستاد وهيروح لدعم الفريق، في الاخر لكن مشجع فريق اخر هل ممكن يروح للاستمتاع؟ انا في الاخر بص انا رحت الاولاني السوبر اللي فات في الامارات وحبيت فعلا اقرب، رغم ان احنا كنا قاعدين في استوديو كده بعيد شويه، بس انا حبيت اروح المدرجات اشوف عينه اشوف الناس دول تعيش الحاله. مين الناس دول؟ الناس دول نصهم يا عصام لا اهلاويه ولا زملكاويه ولا بيحبوا الكوره، مصريين بالظبط، مصريين، وده ايفنت مصري، مهرجان مصري، هو حريص على المشاركه فيه، واخدين الولاد ورايحين باعلام مصر بستمتع بالظبط، رايح استمتع هو ده. ما كانش فيه يعني مش حد بيشجع بعدهم ده حد وحد مع حد، لا المصريين كلهم اللي في الامارات قاعدين بيشجعوا الفرقتين، وكان الاهلي والزمالك بالظبط. يعني هو ده اللي بياكد برضه مش ثبات كوره بس، لا لا ده اللي بياكد ان فعلا برضه ممكن المشهد الجماهيري نشوفه رغم عدم وجود الطرف الثاني الخطب الثاني الزمالك، ممكن او تشوفه، لان فعلا زي ما الكابتن عصام بيقول انت كمصري هناك انت عارف بتحن بس تشم ريحه مصر. طيب كفت شغلك لما اجي بس، لا عايز برضه اكمل دي، لان في الاخر انا قلت الران كده صعب، دايما كنا رافعين شعار السوبر المصري، كنا حتى عملنا عنوان لذيذ سوبر الاهرامات في ضيافه الامارات، ان في النهايه انا لما اجي ده الملعب المثالي، انا كنت دايما اقول لو هتخرج بره مصر يبقى الامارات هي المكان المثالي، بدليل ان السعوديه اللي كان السوبر بتاعها بالمناسبه بتتعمل في لندن، في لندن وافقت ان تتعمل في الامارات السنه دي، السوبر السعودي يبقى في الامارات، تحس ان احنا عشان مثلث بس باختصار شديد، مصر الامارات السعوديه، تحس ان فيه تنسيق على اعلى مستوى والهوى واحد والروح واحده، وتحس ان كله فاتح قلبه للكل، وتحس ان هي ماشيه في هذا الاطار. فانا بقول لك لما تيجي النهارده زي ما قال الكابتن عصام ودايما رايه في راسنا دايما، النهارده المصري لما الزمالك بيخرج من المشهد مكانه المصري في ده ما يقللش ابدا من قيمه الحدث، لان في الاخر بالعكس هيدينا حاله جديده احنا ما اتعودناهاش. الحاله الجديده دي ايه؟ ولا من صعوبه المباراه خالص، المباراه ممكن تكون اصعب من ماتشات الاهلي والزمالك بالمناسبه يعني، وممكن تشوف كوره اعلى من ماتشات الاهلي والزمالك، لان في الاخر الروح والحماس والاصرار اللي عند المصري انت عارف متشوق قوي ياخد بطوله، محروم من البطولات، اللعيبه متعطشه للبطوله، حسام وابراهيم زي ما الكابتن عصام بيقول لا بيقدروا يزرعوا ده جوه اللعيبه، ان في الاخر المساله يعني حياه او موت في الملعب ده، مفيش مجال وفرصه مباراه، معلش انا في الدوري الطويل ده ما بعرفش اخد الدوري، الكاس بلعب مع الاهلي في النهائي وبخسر الكاس، دي مباراه تساوي بطوله، في الاخر هتدخل الخزينه بتاعتك، انا خدت بطوله كل الاعلام مهتم بيها والجماهير مهتمه بيها ومن فم النادي الاهلي، معلش اللي بيكسب حضرتك متوقع ان المصري يدافع عن فرصته في اللقاء ده باستماته، هتبقى مباراه مستحيل ومخطئ من يعتقد ان مهمه الاهلي هتبقى سهله في المباراه دي خالص. النهارده في الاخر انا بس بضيف برضه على الكابتن كلام الكابتن عصام حاجه مهمه، ان هو في الاخر بي 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 بيتكلم على اللي هو الاستراتيجي والعصري، الاسلحه الاستراتيجيه والاسلحه العصريه. انا بطمنه لحاجه، ان في الاخر حتى اللعيبه الجداد لحسن حظ الاهلي ان في الاخر في لعيبه في التشكيله اللي فاتت اللي لعبت مباراه القمه كانت بتلعب لاول مره مباراة القمة، فدي برضو اكتسبت خبرة معينة من المباراة دي هتساعدها في مباراة السوبر. احنا لسه هندخل في الجوانب الفنية الخاصة بقائمة الفريقين قبل اللقاء، قائمة فريق الاهلي وقائمة المصري قبل اللقاء. طب اكمل لك بس حاجة برضو صغيرة يا استاذ محمد، عفوا هنتوقف مع تقرير وحضرتك هتكمل وهرجع لحضرتك ليه، لانه هننتقل لمحور تاني مرتبط بكلام حضرتك اللي اشرت له دلوقتي، الا وهو العناصر الموجودة في كل فريق وصعوبة اللقاء، وانه ليس اسهل بغياب القطب الثاني للكرة المصرية فريق الزمالك، وانه الاهلي ليس بصدد رحلة ترفيهية مش نزهة، دي مباراة صعبة جدا بالزبط. كما اكد ضيفانا الكابتن عصام عبد المنعم والاستاذ عصام سالم، وهنعود لاستكمال هذه التغطية
وهذه الحلقه من حلقات استاد الاهلي، ونتكلم عما اشار له ضيوفنا في الاستوديو، الاسلحه التقليديه والاسلحه الكلاسيكيه والاسلحه الحديثه الموجوده لدى الجهاز الفني للاهلي بقياده كابتن حسام البدري في مواجهه طموح فريق المصري البورسعيدي. هنشوف مع بعض مع زميلنا محمد سعيد مراسل قناه الاهلي من الامارات التفاف عدد من الجماهير وتواجدهم وحرصهم على تشجيع ومؤازره الفريق من محيط ومن امام مقر اقامه الفريق وفندق الاقامه في الامارات. هنا في العين، وجماهير الاهلي دايما بتبقى حريصه على التواجد مع فريقها في كل مكان. وان شاء الله الاهلي يعني يقدم ماتش كويس زي ما عودنا دايما في المباريات الخارجيه والمباريات الداخليه، وطبعا خدوا دفعه كبيره يوم الاثنين بمباراه الزمالك والمكسب كبير 3-0 على الزمالك، فان شاء الله يكون ليهم حظ ان شاء الله يوم الجمعه ويكسبوا المباراه ان شاء الله. وانا اهلاوي من زمان يعني، وان شاء الله يكسب باذن الله. قول لي اتعرف عليك. السادس من النادي. قول لي جاي منين؟ من العين. انت موجود هنا في العين. حرصك على التواجد مع الاهلي ده معنى ايه بالنسبه لك؟ معنى ان ده نادي عريق له قيمه، له تاريخ، له انجازات، له بطولات. النادي الاهلي بالنسبه لنا قيمه وقامه. طبعا بكفاءاته، بمجلس ادارته، بكل شيء فيه، بتنظيمه، سيستم. اتعرف عليك. انا اسمي مصطفى، مقيم هنا في العين. اول شيء طبعا ببارك الكابتن الخطيب على فوزه برئاسه النادي الاهلي، وان شاء الله يوم الجمعه نفوز 3-0 باذن الله، وان شاء الله المباراه تخرج في طريق الروح الرياضيه باذن الله. اتعرف عليك. محمد عبد الله، هنا شغال هنا في العين. في العين، وجاي ما ينفعش النادي الاهلي يكون في العين، وما ينفعش ان احنا نسيبه ما نتفرجش عليه. انت انبسطت، حاسس ان انت لقيت حاجه بتحبها فلازم تبقى موجود جوا النادي الاهلي؟ هو الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا في مصر، يعني ما ينفعش ان الحاجه الوحيده اللي تفرحنا في مصر تيجي لحد عندنا واحنا ما رحناش، يبقى يعني لازم نحضر. وبستغل الموقف ده وبوجه التحيه للكابتن ابو تريكه واقول له الف الف مبروك على استفتاء الفيفا كاحسن لاعب في تاريخ الكره المصريه وتستاهلها. الماتش كان كام؟ الماتش ان شاء الله باذن الله 2-0 الاهلي. اتعرف عليك. محمد الرشيدي مدرس في العين هنا. طبعا احنا بنرحب بقناه الاهلي موجوده معانا في العين، والماتش باذن الله يا رب احنا بنتمنى احنا هنشوف مباراه بين فريقين مصريين موجودين معانا في دوله شقيقه بالنسبه لنا اللي هي دوله الامارات العربيه. ونتمنى طبعا كاهلاوي انا بتمنى فوز الاهلي طبعا بنتيجه ايا كانت النتيجه، حاجه تفرحنا كجماهير الاهلي. اتعرف عليك. ابراهيم عادل، مدرس هنا في مدينه العين. احنا طبعا بنتشرف بوجود النادي الاهلي، وده حاجه تشرفنا كلنا وحاجه تسعدنا كلنا، وان شاء الله الاهلي شرفنا زي ما شرفنا قدام الزمالك، وكانت نتيجه كويسه، وان شاء الله يعني تكون نتيجه مرتفعه ونكمل 6-0، 3 في مصر و3 في الزمالك. طيب انا بشكرك برضو، هكمل معاكو. اتعرف عليك. محرم العجوز، مقيم في مدينه العين. باذن الله النتيجه الاهلي 2-0، وببارك للكابتن محمود الخطيب مليون مبروك على رئاسه النادي الاهلي. الماتش شايفه ازاي؟ ماتش صعب ولا الاهلي قادر يعمل نتيجه كويسه؟ الاهلي قادر ان هو يعمل نتيجه مؤثره، وباذن الله 2-0 للنادي الاهلي، وباذن الله اللي هيجيب الاجوان مؤمن زكريا وعبد الله السعيد. انا شايف بنوته، انت لابسه تيشيرت يعني هو الاحمر الاهلي، بس يعني باذن الله هنلبسها بكره تيشيرت الاهلي يعني باذن الله. محمد برضك عمرو ومحمد ولادي. تمام. عايز تقول ايه؟ انت فرحان انك مع الاهلي هنا ومبسوط؟ ايوه. مين من لعيبه الاهلي؟ مؤمن زكريا وعبد الله السعيد بس. طيب وانت؟ محمد. اسمك ايه؟ محمد. مبسوط انك موجود هنا مع الاهلي؟ ايوه. بحب كل اللعيب. كل اللعيب، مش عايز ازعل حد. لابس شيرت الاهلي وهو اخوك لابس شيرت الاهلي؟ ايوه. عايزين تصوروا مع اللعيبه بقى وموجودين؟ ايوه. احنا نصور، وباذن الله لما اللعبه تخرج نقعد نصور معاها. فرحانين انكم موجودين مع لعيبه الاهلي. طبعا. طيب برضه اكمل معاكم، حضرتك منين واتعرف عليك؟ محمد الشامي، رئيس رابطه مشجعي الجاليه المصريه منذ 40 عام، وكبير مشجعي الاهلي بالامارات. انا جاي من الشارقه عشان. قطع المسافه قد ايه؟ 200 كيلو رايح. 200 كيلو من الشارقه للعين. عشان معظم اللعيبه والاداريين زي كابتن زيزو واصدقائي وسمير عدلي والمجموعه يعني. توقعاتك للماتش، شايف الماتش صعب ولا الاهلي قادر؟ لا الماتش مش يعني سهل بالنسبه للنادي الاهلي، مع احترامي للنادي المصري، لان الاهلي يعني بطل افريقيا
يعني انجازاته كتيره، وبعدين عنده خبره اللعيبه الموجوده حاليا. الماتشات دي بتبقى فرصه كويسه، بتلعب في الامارات والجمهور الاماراتي والجاليه المصريه هنا، توطيد العلاقات بيبقى اكنك في بلدك، يعني مصر والامارات بالتاكيد بلد واحد. هو في خطا حصل في المباراه؟ لا يعني فكره ان المباريات تقام هنا في الامارات، السوبر الاول والثاني وحتى السوبر الثالث، ده شيء ايجابي، ده حاجه عظيمه طبعا، ويا ريت السوبر يبقى مره في الامارات، مره في السعوديه، مره في الجزائر، مره في المغرب، يعني في تنوع بين الجاليات العربيه والجاليات المصريه. اتعرف عليك محمد المندوم، كنت هنا في العين مدرس انجلش، وفي البدايه بنحيي قناه النادي الاهلي وبنرحب بابائنا في العين ونقول للاهلي اهلا بك في بيتك الثاني، ان شاء الله يعني ان شاء الله هيشرفنا زي ما هو مشرفنا طول الوقت. سعداء لما الاهلي بيجي يلعب في السوبر للمره الثالثه. في البدايه هو شرف لينا هنا اللي هو يحضر لنا هنا، وبالتالي احنا فرصه ممكن ما تتحققش لنا في مصر اللي احنا نشوف النادي الاهلي، فبالتالي لما نشوفه هنا في بلده الثانيه فاكيد ده شرف لينا يعني. طيب اعرف عليك محمد محرم، مقيم بالعين. طبعا احنا بنرحب بالنادي الاهلي في العين، وفخورين جدا ان هو موجود هنا ومبسوطين جدا، وان شاء الله تبقى المباراه كويسه، واكيد المعنويات مرتفعه بعد مباراه الزمالك، والنادي المصري نادي محترم جدا، والكابتن حسام حسن كابتن محترم، وان شاء الله النتيجه ان شاء الله نشوف نتيجه مباراه كويسه، وان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله. طيب اعرف عليك محمد شاطفي من العين. طبعا في جاليه اهلاويه مصريه كتير في العين هنا، ولا العدد هيبقى اكتر في دبي وابو ظبي؟ لا هو عموما اغلب الناس هتيجي اللي في دبي وفي ابو ظبي وفي اي مكان هيجي، لانه بيحب الاهلي يعني، والاهلي طبعا مفرح مصر كلها مش الاهلاويه بس، فبالتاكيد كل الناس هتيجي، حتى ممكن اي حد ليه انتماء تاني ممكن يشجع الاهلي. طبعا اللي بنرحب برضه بالنادي المصري، اكيد ما فيش في الكوره حاجه اسمها سهله، لكن في النهايه انت دايما روح الفانله الحمراء هي اللي بتكسب يعني ان شاء الله. طيب جاي لابس تيشيرت الاهلي، قول لي انت جاي منين واسمك ايه؟ انا مقيم في العين، بدر عادل. يا رب الاهلي يفوز 2-0. فوز الاهلي على الزمالك عامل دفعه معنويه حلوه. ها انا زعلان الاهلي كسب 3، المفروض كان اكتر. كنت عايز اكتر من 3؟ 6-0. لكن ان شاء الله شايف ماتش السوبر، ان شاء الله الاهلي يحقق البطوله العاشره ويفرح جماهير ان شاء الله. ملعب عزاز بن زايد وشه حلو؟ اه ان شاء الله زي السوبر. الامارات وشها حلو على الاهلي. كلها وشها حلو على الاهلي. تمام. اتعرف عليك احمد ابو دوم. معاك احمد منين يا احمد؟ من الشرقه. برضه مسافه 200 كيلو من الشرق. اه طبعا. اه اكيد. الماتش مهم جدا، وانا شايف ان هو ماتش صعب، ان هو ماتش كاس، وماتشات الكاس 50% و50% يعني. تمام. واحنا مبسوطين جدا ان انتم موجودين، وان شاء الله يكون الاستاد الزاع وش حلو زي كالعاده يعني على النادي الاهلي ان شاء الله. اتعرف عليه؟ عبد السلام عبد الحميد، مقيم بالعين. سعداء جدا بان الاهلي يكون هنا موجود، وفخورين جدا بالاهلي، ونتمنى نشوفهم دايما، وان شاء الله تكون مباراه باذن الله لصالح الاهلي، واحنا متعودين دايما منه على البطولات، متعودين منه كل ماتشات اللي بيقدمها ان شاء الله احسن واداء احسن باذن الله. وطبعا مباراته على مع الزمالك يعني طبعا دفع ان شاء الله المكسب، وباذن الله يكون النتيجه ان شاء الله 3-0 ان شاء الله. اسمك ايه؟ عبد الرحمن حمزه مختار. منين يا عبد الرحمن؟ انا من مصر، عايش هنا في العين، بدرس هنا مع والدي، وان شاء الله الماتش هيكون خير على النادي الاهلي زي ما فاز في ماتش روما وماتش الزمالك، وان شاء الله استاد هزاع بن زايد وش خير على الاهلي دايما ان شاء الله. انتوا مبسوطين الاهلي هنا، فبتبقوا سعداء، حاسين ان في حاجه جزء منكم موجود معاكم؟ طبعا. صح؟ طبعا. عايز تقولي للاهلي؟ انا بحييهم في الامارات اولا، وانا ما كنتش متوقع ان انا اشوفهم في مصر اصلا، عشان اجي اشوفهم في بلدهم الثانيه برضو، فتوقع منهم انجازات كبيره جدا يعني ان شاء الله. محظوظه انت النهارده؟ جدا ان شاء الله. ان شاء الله نفسك بقى الكاس الاهلي يحصل عليه باذن الله، وتيجي تصور معاهم وهم شايلين الكاس. ايوه طبعا. صح. لسه مع حضراتكم من خلال استاد الاهلي، ونتحدث الى ضيفينا الناقد الرياضي الكبير الكابتن عصام عبد المنعم، والناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام سالم. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. اهلا. ونتحدث عن رغبه النادي الاهلي ان شاء الله نحصد اللقب ونفوز، واحنا الاكثر حظا يعني، فريق الاهلي هو الاوفر حظا في عدد مرات الفوز سابقا ببطوله كاس السوبر المصريه
وقت ما بدأت البطولة، منذ أن بدأت هذه البطولة داخل الملاعب المصرية، وأيضا مع انتقالها لدولة الإمارات العربية المتحدة، فاز 9 مرات فريق النادي الأهلي الفريق الأول لكرة القدم حتى الآن، ويسبق أو يتصدر قائمة الأندية المصرية بفارق كبير في عدد مرات الفوز، ويطمح المنافس فريق المصري البورسعيدي في هذا اللقاء للفوز بهذا اللقب، لقب كأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه. قائمة الأهلي للحديث عن ما أطلق عليه كابتن عصام عبد المنعم وأيضا الأستاذ عصام سالم أنها مباراة خارج التوقعات وأنها صعبة للغاية، ولا يقلل من أهميتها أو صعوبة المنافسة فيها غياب نادي الزمالك عنها، وأن المنافسة بين الأهلي والمصري، وبالتأكيد كل الاحترام لفريق المصري وجهازه الفني وإدارته ومجلس إدارة ناديه، وأكيد الحسابات دي موجودة عند كابتن حسام البدري والجهاز الفني والإداري وعند النجوم ولاعبي فريق الأهلي قبل هذا اللقاء. قائمة الفريقين لنتحدث عن القوة الضاربة في صفوف الأهلي واللي أطلق عليهم الكابتن عصام عبد المنعم الأسلحة التقليدية والأسلحة الحديثة المتاحة أمام الجهاز الفني. شريف إكرامي، حسام عاشور، أحمد فتحي، أحمد عادل عبد المنعم، عمرو السلية، محمد الشناوي، صبري رحيل، جونيور أجايي، هشام محمد، وليد أزارو، ميدو جابر، أيمن أشرف، أحمد ياسر ريان، كريم نادفيد، عبد الله السعيد، وليد سليمان، سعد الدين سمير، محمد هاني، مؤمن زكريا، مروان محسن، باسم علي، باكا، حسين السيد، علي معلول، وأحمد حمودي، وإسلام محارب، وأحمد حمدي. في مواجهة قائمة للمصري تخوض هذا اللقاء، قائمة المصري قبل لقاء السوبر هي حسام حسن المدير الفني، اصطحب 22 لاعب من بينهم عبد الله الشامي وإسلام عيسى، أحدث الصفقات المنضمة للنادي المصري، وبالفعل جاهزين أو بيتم إعدادهم للمشاركة في هذا اللقاء. القائمة جاءت كالتالي: محمود السيد، أحمد مسعود، أحمد بوسكا، محمد كوفي، صلاح، محمد أبو شعيشة، وليد حسن، كريم العراقي، محمد حمدي، مصطفى مرسلو، محمد شطة، فريد شوقي، أحمد شكري، عبد الناصر دمارية، وعبد اللطيف جريندو. كابتن عصام عبد المنعم، من الذين يمكن أن تطلق عليهم الأسلحة الكلاسيكية أو التقليدية للنادي الأهلي قبل هذه المباراة، وإيه الأوراق اللي ممكن تقول أنها أسلحة غير تقليدية أو أسلحة حديثة؟ طبعا هو التعبير يعني إيه الناس اللي هي أصحاب خبرات ولعبوا ماتشات سواء أفريقية أو ماتشات محلية. النوعية دي من اللعيبة الجزء النفسي دي بتستبعده يعني إنه يبقى عنده أنكزايتي كده أو إنه هو يبقى متوتر، فده درجة تركيزه أعلى دايما، وبالتالي يعني مستحضر باستمرار. حضرتك تقصد توتره بيكون اقل واستعداده للمباريات دي اعلى، وبالتالي تاثر اداؤه باجواء المباريات المشحونه دي اقل، يعني اداؤه بيبقى على ترمومتر ثابت بالنسبه دي احد يعني احد مزايا الخبره. الخبره بتبقى نوعين من الخبره: خبره بنوعيه اللقاء، اذا كنت بتلعب فاينل مثلا او بتلعب مباراه مصيريه او بتلعب مباراه بتحدد بطوله معينه، او ان انت يعني لنفسك انت المباراه دي فاصله في كارير بتاعك. فالخبرات دي لما بتتراكم بتسهل اي لقاء عليه اضواء في ضغوط، في ضغوط بيقدر بالنسبه يتعامل معاه زي اي مباراه عاديه، بالنسبه مش هنقول 100%، لكن بيبقى مش متوتر قوي او اداؤه مش متغير زي باقي اللاعبين اللي ما عندهمش خبره. انت بتوصل، انت بتوصل بتبقى لعيب بقى دولي ولعيب عنده خبرات، انت ما بتبقاش عارف المدرج ده فيه مين، ولا الملعب ده فين، البلد مين، ولا اوت او اوي، هوم ولا بره. انت تركيزك في نفسك وفي ادائك في الخطه وفي زمايلك، ان انت تتكلم في المستطيل والمنافس اللي قدامي في الملعب، بس منافس وزمايلك. ما هو لازم انت لعيب الخبره لازمته ايه؟ لازمته انه بيبقى اليرت دايما، انه في الملعب عارف واجبه وعارف واجبات زمايله، فممكن ينبه زميله يقول له لا انت بقفل هنا، اعمل كده. يعني ايه لعيبه الخبره دي؟ مهمتها ان هو بيحتفظ بتركيزه تحت ضغط المباريات وسخونه اللعب والكلام ده، بيفضل عنده الكومبوجر ده او رباطه الجأش زي ما بيقولوا، او ان هو حافظ على تركيزه. خلي بالك انه يعني النادي الاهلي من اقل الانديه في الدوري المصري تغييرا في الهيكل الفريم الاساسي بتاع الفرقه اللي هو بطل الدوري،
وده شيء يعني الانديه بتبقى محظوظه او المدرب يبقى محظوظ. يا ريت انا الفريم ده يفضل معايا 3 4 سنين منحنى اداؤه وجاهزيته البدنيه واداؤه الفني وارتباطه والعلاقات الخططيه المتبادله بين اللعيبه والخبرات المتراكمه، كل هذه الامور ارصده بتزيد فريق، انما مش كل يوم هعمل فرقه. اكيد اكيد طبعا. فالنادي الاهلي انت سالتني عن القوام العناصر اللي حضرتك شايف انه لا غنى عنها في مثل هذه المباريات، والعناصر اللي ممكن تبقى مفاجاه بيدفع بيها كابتن حسام البدري يتغير الحسابات في اللقاء. شوف انا يعني قائمه الاهلي مكتوبه شريف وحسام وفتحي نمره واحد دلوقتي الشناوي. انا ببني، انا كنادي اهلي ببني حارس مصر والاهلي لمده 6 7 سنين قدام، محمد الشناوي لازم اديله الثقه واديله هو الموهبه في حراسه المرمى الوحيده في تقديري اللي ظهرت في العشر سنين الاخيره في مصر، ده لازم ياخد. فعشان كده انا اول واحد شايفه يعني عيني بس يمكن ده عشان بقى انا عشان حضرتك مركز شايف حراسه المرمى متعصب للمركز خبراتك في حراسه المرمى. لكن طبعا في علامات انت بتقول حسام عاشور واحمد فتحي دول نص اي فرقه، يعني دول مسامير انت عارف كده كل يعني دول مسامير في التيم. حسام عاشور واحمد فتحي عندك جونور اجيدا فرود، ممكن انت لو سرد باك تخرج من هدومك، مزعج جدا لاي فانت عندك يعني العناصر. وليد سليمان ده يعني زي جبنه الرومي كله بتقدر تحلوه حاجه، يعني لسه كنا قاعدين بنتكلم واحنا اتكلمنا على بالظبط على تصرفاته وعلى سلوكه وعلى لا، واحنا فعلا حركاته. خلال متابعه التقرير او خلال فاصل كان كابتن عصام عبد المنعم بيتكلم عن اجاده وليد سليمان بشكل غير مسبوق في مباراه الاهلي والزمالك الاخيره وانتهت بفوز الاهلي. الاسيست هو الاسيست الابرز في الدوري المصري من كذا سنه. الاسيست الابرز في الدوري المصري هو اللي عملها لوليد ازار، الجول اللي جابه وليد ازار. ويعني لابد انه ده يتسجل ويتذاع كتير عشان الناس تعرف انه يعني ايه قيمه اللعيبه دي. فانت عندك هنا مجمع خبرات، يعني عبد الله السعيد ووليد سليمان. انا بس يعني مشكله النادي الاهلي الوحيده اللي يعني الحمد لله لغايه دلوقتي مش حاسين بيها، انك انت عندك قلب الدفاع اهتز بشده. اولا برحيل حجازي اكيد هو عنصر مؤثر جدا، دي نمره واحد. ثم باصابه نجيب وربيعه يعني ربيعه وبعد انت ماشي ساعه من اصابه، كان سمير راجع من اصابه يعني ما كانش في اجهز حالاته، لكن قبل المباراه اللي فاتت قبل مباراه القمه قال طبيب الفريق انه بيتم اعداد سعد سمير للقاء حتى للقاء الزمالك في الوقت. بس برضه مش عايز يعني لكن الغيابات مؤثره في الدفاع، هي كان يجب تؤثر اكتر من كده. بس ما شاء الله بقى على اللي موجود، على هاني محمد هاني وايمن اشرف بصراحه يعني انا كنت فاكره هيبقى مخدود او مهزوز لانه شايل هو المسؤوليه نمره واحد. ما هو بيبقى اصله في السردباكين دول واحد منهم بيبقى هو المعلم، هو اللي بيتكلم، هو اللي التاني بيتحرك على اساسه. يعني في الليبرو وفي المساك. الراجل الليبرو ده هو اللي بيبقى هو اللي سايق. وبعد خروج ربيعه مصاب بقى ايمن اشرف في الموقع بالزبط. ده قبل نزول محمد هاني بالظبط. فيعني ما هي الفرقه تكسب الدوري ليه؟ اي فرقه تكسب الدوري لما بيبقى عندها الاحتياطي زي الاساسي. واحتياطي تقدر تعتمد عليه. نمرة 3 في المركز تقدر تعتمد عليه.
هو ده التيم اللي ياخد دوري. طيب انا عايز اسمع كمان راي الاستاذ عصام سالم قبل ما ارجع لكابتن عصام عن العناصر اللي ممكن تعمل مفاجاه. راي حضرتك عناصر القوه الموجوده والمتوقع ان يتم الدفع بها لو جاهزين بدنيا او بعيدين عن الاصابات ان شاء الله في صفوف الاهلي في مباراه السوبر، ومن هو اللاعب اللي تتمنى مشاركته او تتوقع ان هو ده ممكن يكون في حسابات المفاجات والحسابات غير التقليديه بالنسبه لكابتن حسام البدري؟ هو الاول لابد ان احنا ندخل من بعيد، يعني بمعنى ان في معلومتين لازم الناس تعرفهم. من مباراه السوبر ما فيهاش وقت اضافي، بالمناسبه دي معلومه، انت مع 90 دقيقه مع الوقت الضايع انت بتلعب ضربات ترجع على طول لو انتهت المباراه بالتعادل. الحاجه الثانيه كان اعلن ان حكم المباراه الاماراتي محمد عبد الله ده حكم مرشح للمشاركه في كاس العالم، لكن فات على اخونا عصام عبد الفتاح وبيختار هذا الحكم ان الحكم ده موجود حاليا في الصين بيشارك في اداره مباريات بطوله اسيا تحت 23 سنه، مش موجود، فتم تعيين عمار الجنيبي برضو حكم اماراتي دولي لاداره مباراه بكره، هو حكم ادار 3 مباريات في تصفيات كاس العالم و3 مباريات في دوري ابطال اسيا، يعني برضو على مستوى عالي. اعتقد ان هو كان لسه في دوره الخليج في الكويت، اعتقد ان برضو واحد من الكفاءات التحكيميه الكبيره في دوله الامارات. لما نيجي نتكلم عن تشكيله الاهلي، يعني اي حد دلوقتي تساله وهو مغمض بيبقى عارف القوام الرئيسي للنادي الاهلي ايه، وده سر قوه النادي الاهلي. زي ما قال الكابتن عصام في بدايه الحلقه ان فعلا مهم قوي كل سنه انت تدعم بعنصر 2 3 4 بالكثير، لكن في قوام رئيسي الكل حافظه. التغيير فيه في اضيق حدود. في اضيق الحدود ده في العالم كله، لانك في الاخر لما تعمل كل الفرقه معناه اولا العالم يفهموا بعض ويحفظوا بعض يبقى الدوري راح. تعرف حاجه كده بتبقى خلاص بقى مدرب اتشال والدنيا لان الفرق الكبيره ما تقدرش تتحمل كل هذا التغيير. انت في قوام رئيسي انت بتتكلم وانت مغمض، حارس المرمى ده طبعا بقى كل متفق عليه دلوقتي طبعا هو حارس المرحله محمد الشناوي بالتاكيد، مع احترامنا للشيف اكرام واحترامنا لاحمد عادل، لكن محمد الشناوي اثبت انه صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي. العناصر الرئيسيه برضو حسام عاشور ده لا غنى عنه اطلاقا، احمد فتحي ده انا في رايي دائما مظلوم اعلاميا، احمد فتحي في العصر الحديث من واحد من افضل اللاعبين اللي قدمته الكره المصريه. انا اسف لمقاطعه حضرتك، يعني بس الجزئيه الخاصه بحراسه المرمى وهنكمل كلامنا عن القائمه ورؤيه حضرتك لاهم عناصر فضل الفوز او قوه النادي، لان هنا حضرتك والاستاذ عصام عبد المنعم اتفقتوا على اسم محمد الشناوي، يعني معنى كده لا خلاف ان حضراتكم شايفين ان محمد الشناوي في المرحله دي لو الثلاث حراس جاهزين فنيا وبدنيا وعلى اتم استعداد هو الافضل حاليا، او هو اللي عنده ميزه تنافسيه مقارنه بشريف واحمد عادل عبد المنعم؟ هل حضرتك شايف كده 100%؟ وكابتن عصام واضح انه قال كده لانه شايف انه افضل موهبه حسب كلام حضرتك. لا لا هو في ال10 سنين الاخيره راحت منتخب مصر والنادي الاهلي، يعني حضرتك شايف انه حارس المنتخب كمان حارس المنتخب نمره واحد، وحضرتك متفق مع الراي ده؟ لا كفاءه كبيره وموهبه كبيره، واعتقد ان هو حل مشكله عند النادي الاهلي لان كان في اخطاء طبعا كبيره في حراسه المرمى وكان كتير بيتكلموا عنها. ده جه من فعلا من خارج الاطار او عاد للنادي الاهلي مره ثانيه لانه واحد من ابناء النادي الاهلي، اعتقد انه اثبت فعلا. وانا دايما مع المدرب طالما ان الحارس وقف على رجليه بشكل صح لازم يكمل. طيب مفيش حاجه اسمها كلام حضرتك عن اهم العناصر الموجوده في قائمه الاهلي او العناصر اللي هي ركائز. حسام عاشور زي ما الكابتن عصام قال طبعا لا غنى عنه تماما، يعني ده حاجه كده براند. بتيجي احمد فتحي زي ما قلنا طبعا ده مفيش كلام، بتيجي انت في مؤمن زكريا لا غنى عنه، ودي اخر مباراه له اعتقد برضه يبقى حريص او ان يبقى له بصمه فيها لان بعدها يغادر النادي الاهلي الدوري السعودي. عندنا وليد ازارو طبعا بيعلى قوي مفيش كلام في الهجوم الاهلاوي، وليد سليمان نجم نجوم مباراه القمه مفيش كلام، يعني ما سجلش لكن صنع جولين وفي الاخر اثبت فعلا ان كان في حاله مزاجيه عاليه جدا. صحيح قدر فعلا فايا يصنع الفرق الكبير خلال المباراه رغم الزمالك مستحوذ، لكن فرص الاهلي القليله ترجمه الى اهداف، واعتقد دي اللي حسمت المباراه. الثاني هنتكلم عن عبد الله السعيد مفيش خلاف عليه. علي معلول برضو واحد من القوى الكبيره طبعا في الدفاع الاهلاوي، برضو هتفق مع الكابتن عصام. شوف معظم العناصر مؤثره مفيش كلام فيها، لكن نقطه الضعف الوحيده قلب الدفاع مفيش كلام. لما تيجي انت في اي فرقه لازم تتهز عندك 4 مره واحده بالشكل ده اعتقد بتهز اي فرقه. لما تيجي النهايه ايمن اشرف ومحمد هاني اللي هو الباك ليفت والباك رايت يبقى هم دول قلبي دفاع النادي الاهلي، تاخد ده يعني انت بتحل لغز موجود في هذا الدفاع. لان عراك حجازي ومحمد نجيب وسعد سمير ورامي ربيعه كتير، يعني انت عارف تحس كده مره واحده كل ده بيوقع طامين يعني ده كتير يعني. لكن انا بقول لك في الاخر هو ده نقطه ايمن اشرف
تحديدا اثبت فعلا انه برضه لاعب جوكر زي احمد فتحي، انك تلعبه في الباك بيلعب ومحمد في المكان ده بيلعب، محمد داني نفس الحكايه عنده حلول. فهي برضه بنتفق في الراي ان فعلا فريق البطوله لازم يبقى عندك الاحتياط الاستراتيجي اللي يلحقك وقت ما تتزنق، ما يبقاش فيه ضرب يعني. بس ده على فكره في الكوره بيحصل كتير قوي. يعني ما هو انت علشان واحد نجم يظهر في ظل وجود سيطرة من لعيبة كبار ودوليين زي ما كنا بنقول، عندك طقمين في السرد باكات، طقمين دوليين، يبقى انا الخامس هلعب امتى؟ ده يعني ما يحلمش، ما تحلمش، ما يحلمش. تخيل بقى لما تبص تلاقي الاربعه دول وقعوا مختلفه مش موجودين. ما هو ده عصام الحضري في بطوله افريقيا، فجاه الشناوي ما فيش وشريف ما فيش، وفجاه هو اللي شال الليله وعمل الانجاز الكبير ده. بس هنا يعني المقارنه طبعا هو ده اللي حصل في الوقت ده، لكن يمكن كابتن عصام الحضري عنده تاريخ كبير من المشاركات الدوليه، لكن كابتن عصام بيتكلم لو حد اصغر سنا من باقي المجموعه اللي معاه، بس هو كان الحارس الثالث وحديث العهد والمشاركات في المباريات الكبيره. ودي يعني انا ولو ان طبعا هي حاجه خاصه او شخصيه، ده ما بقتش شخصيه لانه ده النادي الاهلي. يعني انا لما لعبت في الفريق الاول كنت تحت 17 سنه بلعب في فريق النادي الاهلي تحت 17 سنه. بالمناسبه انا اتفرجت عليك في ماتش سانتوس عشان بس كمان، لا يعني سانتوس ده في الاعتزال خد شوط واكرام خد شوط كده. طب بعدين انا بتكلم ده قبليها بقى ب 15 سنه كويس. انت بتتكلم على حضرتك بتقول 17 سنه كنت بتلعب في الفريق الاول. كنت 17 سنه مش هلعب في الفريق، العب في الفريق الاول ازاي؟ كان فيه عادل هيكل ومروان والروبي، شوف ثلاثه كبار عمالقه. وكان فيه تحت 20 سنه مصطفى عبد الله كويس، يعني كل دول فوق اربع حراس فوقيه. بس ربنا رايد ان انا ابقى العب في الفريق الاول او اخد احط رجلي في الفريق الاول. كان مباراه طنطا في الكاس، الثلاثه اصيبوا. ده انت اللي دعيت عليهم اكيد يعني. ما كنتش انا في الصوره، ما كنتش في الصوره صحيح. بالمره وحتى لو اتعوروا ما هيلعب مصطفى عبد الله بالظبط، اكبر منك سنه. كان في يعني مدرب، الموضوع عدى عليه وقت كبير، فهتعدي الحكايه. حضرتك عملت ايه عشان تلعب الماتش ده؟ يعني نتكلم بصراحه، عملت حاوي حاوي صحيح، عمل لهم عمل والله ما عملتش حاجه. كان راجل بروشيتش مدرب يوغوسلافي كان موجود وقال انت ومصطفى تمرنوا مع الفريق الاول، انا ومصطفى عبد الله تمرنا مع الفريق الاول. ليله الماتش بيعلن القائمه، قال انا نمره واحد وهو نمره اثنين. فده كانت وجهه نظر بروشيتش يعني في ذلك الوقت. فهي ظروف، الظروف بتحطك، لكن ايضا الفرق الكبيره اللي زي النادي الاهلي واللي زي منتخب مصر لما ثلاثه في مكان واحد بيتعوروا ما فيش مشكله، عنده طلع واحد في حلول، هطلع واحد من الشباب هيبقى في واحد واللي بيلعبه سواء هاني ولا ايمن اشرف وايمن، والله سادين 10 على 10 اكيد، ما حدش حاسس بالفرق يعني سادين 10 على 10. وكلامك كابتن عصام بيتفق مع اللي اشار له زميلنا الاعلامي عماد يوسف لما اتكلم عن التصريحات لبعض عناصر او اعضاء الجهاز الفني المصري، قالوا احنا هنواجه فريق بيقدر يطلع لاعب في الفتره دي زي مؤمن زكريا دون ان يتاثر، لان واحمد الشيخ قبله وعماد قبله وعدد من النجوم وعماد متعب وحسام غالي، كل دول اسماء ولاعبين مؤثرين وهو يقدر يكمل بنفس المستوى لان عنده الوفره دي من النجوم يعني. فهي المساله شخصيه الفريق، وشخصية الفريق بتنعكس على اللاعب. يعني هو الولاد دول وجودهم في وسط المنظومة بيعليهم بيكسبهم خبرات. هنتابع مع حضراتكم ومع ضيوفنا في الاستوديو هذا التقرير، لقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ من الامارات المدير الفني للفريق الاول لكره القدم، وتصريحات خاصه بالاستعدادات مدير الكره في الفريق الاول ومدير الكره بالنادي الاهلي، ويتحدث عن الاستعدادات اللي بتجري على قدم وساق للقاء السوبر بطوله السوبر المصري في الامارات بين الاهلي والمصري البورسعيدي. نتابع هذا التقرير. النهارده كانت اول تمرين لينا، بالتاكيد
يعني مباراة مهمة وبطولة في مباراة وبطولة في يوم يعني، فإن شاء الله بإذن الله نكون محضر لها كويس ويكون عامل التوفيق بإذن الله وعنصر التوفيق معنا في المباراة بإذن الله. عارف إن هيبقى فيه جمهور كتير قوي في الاستاد، وعارف كويس قوي إن فيه جمهور أكتر متابعنا في مصر إن شاء الله الرحمن، وبإذن الله نرجع بالكاس بإذن الله. نشوة الفوز على القمة، أنا عارف الجهاز بيفصل وبعد المباراة قفل صفحة الزمالك، لكن دفع معنوية مهمة قبل مباراة السوبر كمان، رغم أنها بطولة كمان هتبقى مهمة للفريق. كويسة طبعا وكل شيء، لكن في نفس الوقت خلاص الموضوع كان امبارح ده بتاخد منه عشان تتعلم لبكرة، لكن في امبارح يعني راح بكل ما فيه يعني بحلو ومر يعني. فعندنا مباراة مع فريق المصري طبعا ماشي بشكل كويس في الدوري، عندها عناصر كويسة، ضمت كمان في يناير عناصر، فإن شاء الله نكون موفقين في التعامل مع اللقاء، ويكون بإذن الله عندنا دوافع أكتر بكتير من المصري، لكن في نفس الوقت يبقى أحدث اللقاء وظروفه، وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى في اللقاء بإذن الله. كابتن سيد، حالة الفريق، محتاجين نطمن منك على حالة الفريق، يمكن ده أول تدريب للفريق بعد مباراة الزمالك، وكان في ريكفري للمجموعة الأساسية والمجموعة الأخرى، خدت تدريب كبير. طبعا يعني يمكن الفتره الزمنيه قليله، بتلعب يوم 8 مع الزمالك، وبتلعب يوم 12 في بطوله مع المصري، فبره كمان مصري يعني، بالتاكيد فتره زمنيه قليله، لكن بتتعامل مع الموقف ومع الواقع، وزي ما قلت يعني ان شاء الله الرحمن اللعيبه بتاعتنا بتعرف تفصل كويس قوي، بتعرف يبقى عندها يعني دوافع وفصل ما بين البطوله الثانيه وما بين المباراه والاخرى، ان شاء الله الرحمن باذن الله نكون محضرين كويس، ونكون ندخل المباراه بشكل كويس، والمباريات اللي هي بتبقى بطوله في مباراه ديت في يوم واحد بتعتمد الظروف واحداثها يعني، فرب الظروف تكون معانا والاحداث تكون مساعدانا، ويا رب كمان ان شاء الله الرحمن نرجع بالكاس باذن الله تعالى. فكرت انك تقعدوا في معسكر هنا في العين على طول اول ما تيجوا من ابو ظبي، ما تقعدوش في ابو ظبي وتيجوا على ليله المباراه على العين؟ كان وضع طبيعي يعني، انت لاعب يوم 8 مع الزمالك وسافرت تاني يوم على طول، فبتحاول ان انت توجد الراحه الاكتر للفرقه والاحسن للفرقه في ظل الظروف الموجوده يعني، انت مش جاي فتره زمنيه بعيده او كبيره، فتقدر ان انت تعسكر في مكان، وقبل قبل المباراه ب 72 ساعه او 48 ساعه تروح المكان التاني، ده ما بين المباراه والمباراه ما بين ال 8 و 12 هم 72 ساعه، ما فيش اكتر منهم يعني، فلازم تاخد اكبر فتره راحه او اكبر قدر من الوقت في البلد او في المكان اللي هتلاقيه في المباراه يعني. اجتماع فني للمباراه كابتن سيد، تنظيم التدريبات، ملعب هزاع، الاهلي طبعا امبارح، وبنشكر الناس كلها المسؤوله هنا يعني، التنظيم على اعلى مستوى، وكان يعني الجدول زي ما احنا حاطينه والبرنامج التدريبي زي ما حطه كابتن حسام بننفذه يعني. الحمد لله المجموعه اللي موجوده معانا هنا في العين هي المجموعه اللي موجوده في المباراه، في اضافات مؤمن زكريا يلحق بالباس، لكن في اضافات ممكن تيجي الفتره الجايه، ولا المجموعه اللي موجوده بس؟ المجموعه دي ان شاء الله احنا نكون موفقين فيها باذن الله. متفائل؟ ان شاء الله الرحمن يعني، دايما يعني انت كل اللي تقدر توعد بيه هو ان انت ما تبخلش بنقطه عرق واحده يعني. شكرا كابتن سيد. لسه مع حضراتكم من خلال استاد الاهلي، وتابعنا تصريحات مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، واللقاء اللي اجراه زميلنا محمد سعيد في اطار متابعه قناه الاهلي لاستعدادات الفريق الاول لخوض مباراه السوبر المصري امام المصري البورسعيد يوم الجمعه القادم ان شاء الله في الامارات. اعود لاستكمال الحديث مع ضيفينا في الاستوديو، وسؤال للكابتن للناقد الرياضي الاستاذ عصام سالم. استاذ عصام، هل في مفاجآت بتبقى ممكن مؤثرة بشكل كبير في المباريات من النوع ده؟ يعني قوام الفريق حضرتك والأستاذ عصام قلت أنه مستقر عليه الكابتن حسام والجهاز الفني بدرجة كبيرة، إلا ما تفرضه الإصابات أحيانا، وأن حتى التغييرات أصبحت في إطار في أضيق الحدود معروف يعني بنسبة كبيرة. هل في مفاجآت قوية واردة في مركز من المراكز؟ ممكن لاعب يبدأ اللقاء ده يبدأ بيه كابتن حسام البدري، ما بدأش طول الفترة اللي فاتت مباراة، هل ممكن لاعب كان دايما بديل يبدأ لقاء، هل ممكن لاعب أساسي يغيب عن التشكيل الأساسي ويبقى في حسابات كروت الشوط الثاني، ولا بتستبعد ده لأن كابتن حسام البدري أميل للطريقة المستقرة والأقرب للجانب الكلاسيكي شوية؟ أنا برضو أتفق معك في هذا الرأي، كابتن حسام معرفتنا بيه ثقافته أو شخصيته يعني ايه بتروح دايما ناحيه الاستقرار، ان في الاخر مجموعه ناجحه لغايه دلوقتي عامله النتائج اللي هو عايزها، كسبانه مباراه مهمه من كام يوم، اعتقد ان التغيير يبقى فيها يعني ما اعتقدش هيبقى صعب قوي
يعني انا اتصور او ممكن يكون ملوش مبرر منطقي، انا ماشي كويس يعني حتى هيبقى ده هيلام لو عمل التغييرات اللي ممكن تخل بتركيبه الفريق. انا في الاخر انا اتوقع انه يلعب بنفس البدايه او التشكيل اللي بدات مباراه الزمالك، باستثناء طبعا محمد هاني اعتقد هيبقى مكان رامي ربيعه، هو ده الغائب الكبير عن الدفاع مره تانية. لكن اعتقد ان مش في تغيير ابتدى، وانا دايما انا بقول وبرضه اعتقد الكابتن عصام بيتفق معايا ان قوه الفريق دائما في الاحتياط الاستراتيجي اللي موجود بره الملعب. ده هو ده، تبص على الدكتين تحس ان في الاخر الدنيا ممكن تمشي ازاي. عندك انت بدائل وعندك عناصر قويه تدفع بها في الوقت المناسب، لكن انا مش عارف ليه عندي احساس ان مرام محسن ياخد فرصه في المباراه دي. شوف بقى بعد طول الغياب ده ولعب جزء من مباراه اتلتيكو، لكن اعتقد ان هو الكل حتى يعني هل تتوقع انه مروان لكن ما يبدأش هياخد مساحه من لا ما صعب المباراه صوب طوله ما اعتقدش يبدا بيه، لكن في النهايه يبقى واخد مساحه من تفكير حسام البدر ان يعني في وقت معين تجهيزه والاستفاده ما بالظبط في الفتره الجايه وخاصه انت راجع على الدوري الثاني للدوري، انت محتاجه مصر، منتخب مصر نفسها محتاجه مهاجم بهذه القوه. اعتقد ان هياخد جزء من المباراه، ده اللي بتوقعه، لان عودته بقى للملعب سريعا بعد ما طالت جدا طبعا تجهيزه وعلاجه واستشفائه، نتمنى تدريجيا يرجع بشكل بافضل شكل ممكن طبيا وبدنيا، وانه يعود بقوه، لانه بالتاكيد عودته لحالته ولفورمته فنيا وبدنيا في اسرع وقت هيكون اضافه كبيره زي ما قال الاستاذ عصام سالم سواء للاهلي او للمنتخب. استاذ عصام عبد المنعم، النادي المصري بقياده حسام حسن كابتن حسام كيف تتوقع ان يدير فنيا هذا اللقاء؟ هل في مغامره ولا يكون النادي المصري وتسالنا عن النادي الاهلي وتسالنا عن المصري ما اسالكش على المنافس هيلعب المباراه ازاي؟ لا يعني يعني لا طبعا اسال زي ما انت عايز. هو اصله يعني الفريق سواء النادي الاهلي او النادي المصري انت عايز تلعب المشي ده ازاي؟ شايفه ازاي؟ اسلوبك هيبقى ايه؟ بيحدد لك مين اللي تختاره. انما انا مش عارف لعيبه المصري عشان اقول لك مين هم، يعني قصدهم مش اعلام عشان اقول لك تشكيل مين. تبقى عارف التشكيل الاساسي دايما اللي هو بيلعب كل المباريات يعني. لا ما اعرف حسام حسن، انما لعيبه المصري يعني خلينا نسال بشكل عام يعني عن توجه فني للفريق ككل. سألنا على ليفربول اقول لك، انما المصري لا. لا مش قصدي طبعا الافراد فرد مع احترامي لكل لاعبي المصري وطبعا لهم كل التقدير زي لاعبي كل الانديه المصريه، لكن كابتن عصام انا ما اعرفش كل لاعبي الانديه المصريه، انا معاك اعرف بس الاهلي. قصدي تتوقع ان المصري يبادر بالهجوم او مواجهه الاهلي بشكل هجومي في اللقاء ده ولا يبدا بشكل متحفظ؟ هو ده اللي احنا بندور عليه من وجهه نظر حضرتك قبل اللقاء. لا طبعا انت بتتكلم على يعني اداره فنيه ومدير فني عنده رؤيه وعنده متابعه كامله ل هو بيلعب على البطوله، خلي بالك حسام حسن شخصيته بيلعب على البطوله في كل مره، مش بيلعب علشان مركز او بيلعب عشان البقاء. فهو اللي بيلعب على البطوله ده لازم يبقى دارس مين الناس اللي بتنافسوا في البطوله، قاري فرقه النادي الاهلي كويس جدا وقاري الزمالك كويس جدا، الفرق اللي هي ممكن تنافسه على البطوله. وبالتالي هو هيقسم المباراه، يعني المباراه دي لازم تتقسم لفترات، والفرقه اللي هبدا بيها مش هي اللي هنتهي بيها بالضروره. وكذلك يعني الشوط الاول غير الشوط الثاني، طريقه الاداء نفسها ممكن تختلف على فترات المباراه، بتختلف وبالتالي بتختلف الادوات اللي انت بتحتاجها في الملعب من لعيبتك. وبعدين انت عايز تشوف، خلي بالك يعني مع الاحترام للنادي المصري لازم يشوف النادي الاهلي مين اللي بيلعب فيه علشان يعمل التيم بتاعه اللي هو يواجه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي العناصر اللي موجوده فيه والخبرات الموجوده فيه تفوق اللي موجوده في النادي المصري، فبالتالي هتفرض على المصري حسابات معينه قبل اللقاء. يعني انت يعني مين اللي يلعب على مين؟ على مين انت بتحط تشكيلك وبتحط طريقتك على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي انت عندك لعيبه. طب انت عشان واحد زي جونيور جيد، انا لو مدرب ما نمشي بالليل لو عشان ضد جونيور جميل اللي هيمسكه وهيعمل معاه بينالتي ولا مش هيعمل، يعني فانت بتتكلم على هو لازم يعمل تشكيل وطريقه تواجه الخبرات اللي موجوده في اراقب العناصر والنجوم اللي في الاهلي ازاي او في خطورتهم ازاي قبل ما يفكر فيه. ما هو انت تفضل تقول انا احسن فرقه لغايه اما تيجي تحط نفسك قدام لا 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 يبقى النادي الاهلي لازم اعمل حسابه، لازم انام له بدري
ولازم اشوف الاسلوب اللي بيلعب بيه النادي الاهلي ايه، وكذلك اجيب الشرايط وحسام بدري برضو يجيب الشرايط بتاعت النادي المصري ويشوف في الاوقات المختلفه مصدر الخطوره فين، اللعيب اللي يتمسك مين، الحته اللي تتسد الثغره اللي بينفد منها النادي المصري ايه، ايه هي الحته الضعيفه اللي نضغط عليها. فكل الكلام ده شغل بيعمله المدرب. المدرب مع احترامنا يعني بيتفرج زي ما بيتفرج يعني كده. هنا عشان حضرتك بتقول انه عناصر التماسك والخبره والاستقرار والبطولات وعدد النجوم او اللاعبين اللي هم مفاتيح فوز او مؤثرين اكتر وفي صالح الاهلي اكتر في اللقاء ده لو قارنا بين الفريقين طبعا. ده اللي هيفرض على المصري ان حساباته بشكل كبير يبقى فيها جانب تفصيلي شويه على المنافس بتاعه هو الفريق الاهلي. المصري هو في فرق بتبقى الفريق اللي قدامي اقوى مني وعنده خبرات وعنده بس انا اقدر اكسبه. هنا بقى النواحي الخططيه، هنا النواحي الخططيه اللي ممكن تتفوق على القدرات الفرديه بتاعت الفروق الفرديه بين اللاعبين فهو هنا ذكاء حسام حسن وتخطيطه لفرقته قدام حسام البدري. وللامانه المعركه مش متكافئه لانه الادوات اللي عنده حسام البدري افضل من اللي عنده حسام حسن. فاذا تساووا الاثنين في القدرات الاداره خاصة الفنيه خاصه باللاعبين هم كمديرين فنيين الاهلي يكسب. انما محتاج حسام حسن يفاجئ البدري يعني عشان يكسب اللقاء ده لازم يدير اللقاء افضل من الكابتن حسام البدري او يتفوق عليه خطتين طبعا لان الادوات هنا افضل في بالضبط. صالح كابتن حسام البدري وفي صالح فريق الاهلي العناصر كلاعبين ونجوم. راي حضرتك ايه يا استاذ عصام؟ فرص الفريقين او كفه الموازين الخاصه بقوى الفريق. هو الحسابات النظريه طبعا بتميل ناحيه النادي الاهلي خبرات وبطولات وعناصر وكل الاعتبارات دي، لكن انا في رايي برضه مثل هذه المباريات بتخرج دائما عن الحسابات النظريه، هي حسابات الملعب، حسابات 90 دقيقه. وحسام حسن اعتقد ان هو بينتظر مباريات الاهلي والزمالك تحديدا عشان يقول للعالم كله انا مدرب استحق امسك منتخب مصر كده المساله كده، او النادي الاهلي هو طبعا حلم حياته يمسك النادي الاهلي انه بيشوف فيها افضل فرصه. ان انا بقى لما اقول للعالم كله ان انا بعناصر اقل اقدر اعمل اللي ما عملوش حسام البدري مع النادي الاهلي، هو عايز يقولها كده، لان في النهايه هو فعلا هو جاري بالمناسبه، يعني ساكن جاري بالظبط لا يفصلنا غير جدار. فدائما حلم النادي الاهلي بيروضه، يعني دي ما فيش كلام، واحد 21 سنه في النادي الاهلي بيحس ان هو بيته مهما ابتعد عنه هو بيته. وحلم حياته هيجي يعني هيروح فين؟ وحلم حياته يا اما النادي الاهلي يا اما منتخب مصر، ان هو حاسس ان دي يستاهل ده بتاريخه بقى بانجازاته بالكلام ده كله. لا والحلم ده بيبقى اقوى كمان، حضرتك بتقول مش مجرد ان حد قضى فتره 21 سنه مع مكان عادي، لا ده ال 21 سنه دي مع النادي الاهلي لا مع مكان ونجم فيه وعمل بيحقق البطولات دي طبعا وعمل انجازات طبعا حسام تاريخ يعني مفيش كلام. هو نجم كبير بلا جدال. لما تيجي النهارده حتى في جزئيه حسام دي يا كابتن عصام انا كنت دايما اقول مجدي عبد الغني بيجيد تسويق نفسه اكتر من حسام حسن. يعني ضربه الجزاء اللي احنا مذلولين بيها من سنه 1990 ما هو اللي عاملها حسام حسن. يعني هو لولا ضربه الجزاء دي مجدي ما كانش سجل. صحيح. ما اللي وصلنا كاس العالم هو حسام حسن مش مجدي. احنا دلوقتي فرحانين بصلاح وصلنا كاس العالم، طب ما حسام كان وصلنا كاس العالم. يعني هو لان فرق شخصيات وفرق تركيبه شخصيه، ان واحد لا يجيد تسويق نفسه مجدي شاطر فيها. لما نيجي النهارده بقول لك حسام، انا بقول لك والليام بينا احنا كنا فصلنا عن السوبر 48 ساعه، حسام يبدا مهاجم وهتبقى دي المفاجاه. ويفاجئ الاهلي بانه هيبدا مهاجم مش هيتحفظ، ان في الاخر مباراه هو متوقع حسام البدري هيلعب على ان انت بتنكمش ويضغط وهات جول بدري وخلص المباراه، هو بالعكس هيفاجئ. والكابتن حسام البدري من المدربين او المديرين الفنيين اللي دايما ادائهم متزن في الملعب ما يندفعش يعني دايما حساباته هو مقتنع ان الاهلي والزمالك بيتكشفوا بالضغط عليهم، ما تنكمش وتخاف منهم هياكلك، انت عارف كده؟ لا ابدا انت في الاخر تبين له انك وحش جاي ما تشرح منه. عندنا العناصر اللي تقدر تستغل ده بقى في الاهلي الدفاع المصري. بص دي حاجه في صالح الاهلي. ده الاسلوب اللي عمله الزمالك في الماتش بتاعه، لا انا مش خايف وانا هاجم، وبعدين الاهلي عمل الكونتر اتاك يعني ثلاث اجوال على سهوة، وبعدين بيسيب له المساحه وبيستحوذ في نص بنفس الاسلوب. الاجوال بتيجي بنفس الاسلوب. هي بينه وبينك هي منافسه خاصه بين حسام البدر وحسام حسن. شوف بره الملعب كل واحد عايز يثبت ان هو الاقدر بهذا المكان، ان في الاخر دي رساله لكل اللي بيتفرج، لا ده انا جامد قوي، لان لعيبه المصري اللي الكابتن عصام بيقول مش حافظ اسماء منهم وهو محق ومعذور،
هو ده قدر حسام حسن ويعني حول انصاف النجوم الكبار الكلام ده كله الاسماء. لا هو كابتن عصام كلامه كمان وكلام حضرتك منطقي جدا، لانه بالحسابات الخاصه بالقيمه التعاقديه والقيمه الماليه في بورصه اللاعبين والاسماء والخبرات وعدد كل المنتخب والبطولات كل ده الكفه تميل بالكامل لصالح اولا لسه زي ما انت قلت، ولكن دايما الملعب وده كلام حضراتكم وكل النقاد والمحللين الفنيين لا يعترف الا بالعطاء، يعني مفيش لاعب او مفيش حاجه اسمها تاريخ، مفيش حاجه اسمها باسمه وخبراته ورصيد بطولاته بس. فاكيد لاعبي الاهلي وجهازهم الفني بقياده الكابتن البدري هيبذلوا مجهود ضخم جدا برضه وتركيز عالي. ده كلمه مظبوطه ان في الاخر انت بتقيسها بالقيمه التسويقيه للاعب هنا والقيمه التسويقيه للاعب هنا، بتقول هنا كام لعيب في المنتخب وهنا كام لعيب في المنتخب، كام لعيب دولي، ما انت بتتكلم قيمه ثانيه خالص. كام لاعب عنده رصيد الخبرات اللي بيخليه عنده فرص بالظبط. انا في الاخر في مصر ما فيش لاعب واحد في المنتخب، يعني في النهايه ان في الاخر لا الاهلي هو قوام منتخب مصر، يعني انت عارف المساله. فهو لكن في النهايه كل ده بتضعه على جنب، ال 90 دقيقه هتقول ايه؟ هو ده المقياس في النهايه وهو ده اللي ممكن يحسم الامور. خلي بالك حكايه قوام منتخب مصر دي ده كلام تاريخي، لانه دلوقتي منتخب مصر بنسبه تصل الى 65 يمكن 70% محترفين خارج مصر بالظبط، ده التشكيل الاساسي يعني. صحيح صحيح. فانت عندك الثقافه اختلفت. اختلفت. كان بالزبط. زمان يقول لك الاهلي والزمالك هم المنتخب، طلع مش كده، كان انا بجيب 14 15 من بره يعني. خلاص يعني، وده مكسب كبير لمصر. طبعا هيشارك معانا على الهاتف زميلنا الصحفي الناقد الرياضي محمد، الاستاذ محمد القوصي نائب رئيس تحرير الاهرام المسائي. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لاساتذتي كبار جدا الكابتن عصام عبد المنعم، له تحيه خاصه من الامارات، وتحيه كبيره للاستاذ عصام سالم، بعد تحيه عظيمه يعني. الراجل طبعا هنا ليه سمعه عظيمه جدا في الامارات طبعا، له سمعه كبيره يعني. اولا انا بحييك يا استاذ محمد واقول لك الف مبروك على الجائزه. حبيبي يا ريس، ربنا يخليك يا ريس. جايز الابداع في الامارات. وقتها عصام بيسبقنا. لا بعد ان انا متابع كويس يا استاذ محمد. احنا طبعا لازم نقول لمشاهدينا ان زميلنا الاستاذ محمد القوصي كان هناك في دبي لحضور حفل توزيع جوائز الابداع الرياضي وحصل على جائزه بالفعل، وهنعرف تفاصيل اكتر. احنا بنكرر تهنئه الاستاذ عصام، واعتقد بيضم صوته له كمان الاستاذ عصام عبد المنعم. ألف مبروك ومزيد من النجاح والتوفيق. شرف لنا كلنا يا استاذ محمد. حاجه تسعدنا حاجه تشرفنا. ربنا يخليك يا ريس والله، يمكن ده حاجه نتيجه مساهمات في الاعلام الرياضي العربي، ففي تقدير كبير جدا للصحافه المصريه، ودي شهاده تقدير نعتز بيها كلنا والحمد لله رب العالمين. لكن في النهايه الحدث الاعظم هو جائزه سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للابداع الرياضي، وهي جائزه بتمنح للمبدعين في المجال الرياضي الافضل في المجال الرياضي، ومصر دايما ليها قياده كبيره جدا في هذه الجائزه منذ انطلاقها في قبل 9 سنوات. هذه الدوره التاسعه، دايما مصر ليها حضور كبير جدا. يمكن كنا السنه اللي ماضيه في الدوره الثامنه فازوا فيها ابطالنا الاولمبيين هدايا ملاك بطله التايكوندو وساره سمير بطله رفع الاثقال بعد حصولهم على ميداليتين في ريو دي جانيرو، والسنه دي حصلت عليها السباحه العالميه فريده عثمان بعد انجازها المصري غير المسبوق كاول سباحه مصريه تفوز بميداليه في بطولات العالم، وكأول فتاة عربية على مستوى العالم العربي تحرز ميدالية عالمية في السباحة، وده سماحة جايزة لأنها متفردة في هذه الجزئية، ففريدة فازت فيها باكتساح كأعظم إنجاز رياضي عربي في 2017. ده وخدت يا أستاذ محمد كمان لقب أحسن رياضية في أفريقيا السنة دي. نور الشربيني بطلة العالم للسكواش والمتصدره التصنيف العالمي 21 شهر على التوالي، طبعا يعني انجازات مذهله نور يعني طبعاً. حاجه مشرفه للاثنين بصراحه. كل الاسماء اللي اشرت اليها يا استاذ محمد اسماء مشرفه، وبتكتب اسمائها في يعني بسطور من نور في عالم الرياضه وفي ذاكره وتاريخ الرياضه المصريه والعربيه والعالميه كمان، وهذه الحفاوه وهذا التكريم والتقدير لهم من الجانب الاماراتي امر يستحق طبعا كل التقدير. بكرر لك التهنئه مره ثانيه ومزيد من النجاح والتوفيق لك ولكل الحاصلين على جوائز الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للابداع الرياضي في الامارات.
وايضا عايزين نتكلم بشكل عام من خلال تواجدك هناك في، وطبعا مبروك لكل نجومنا، نجوم الرياضه المصريه اللي اشرت اليهم، وكل الحاصلين على الجوائز بشكل عام، سواء نقاد سواء رياضيين محترفين في اي رياضه وفي اي مجال من مجالات العمل او النجاح او النبوغ الرياضي بشكل عام. عايز ارجع لموضوع مباراه الاهلي والمصري في السوبر ان شاء الله يوم الجمعه في الامارات. قول لنا صدى هذه المباراه المرتقبه وهذه البطوله المصريه المرتقبه في الامارات من خلال الاعلام ومتابعه وسائل الاعلام والصحافه الاماراتيه هناك. تمام. هو يعني بشكل عام الكره المصريه يعني ليها شعبيتها هنا في الامارات بشكل عام، وليها مشجعيها، يعني حتى اغلب الاماراتيين ما بين اهلاويه وزملكاويه، وان كان الزملكاويه لهم نسبه كبيره لا احد يستطيع ان ينكرها، لكن في دليل ان ماتش الاهلي والزمالك كان متابع بشكل غير عادي هنا في الامارات كلها، في اي مكان كنت ببقى متواجد فيه او احنا كمصريين، انت اهلاوي ولا انت زملكاوي، وكل التفاصيل تقريبا عارفينها عن لعبتنا في الاهلي وفي الزمالك، ففي اهتمام كبير جدا، لا سيما ان ميعاد السوبر تزامن ان قبله ماتش القمه، فكان في اهتمام اكبر. يعني الصحف الاماراتيه هنا مهتمه بفكتب منذ ما جه المصري اول امس ومنذ ما جه الاهلي امس، ففي اهتمام كبير جدا بيه، في اهتمام بالتنظيم، كان في اجتماع حتى على مستوى اللجنه التنسيقيه المنظمه للمباراه لوضع كل الخطوط العريضه والرفيعه للمباراه، هنا لا يوجد شيء للصدفه، هنا كل شيء منظم، كل شيء دقيق، كل شيء محسوب بالنسبه للجماهير، للتنظيم، للاعبين، فحاجه الحقيقه نفخر بها ما يحدث في الامارات، في دبي او في العين او في ابو ظبي او في كل مكان في الامارات، فحاجه محترمه جدا، وبيقدروا المصريين بشكل كبير جدا، بيقدروا الكره المصريه بشكل كبير جدا، الاعلام مهتم ومنتبه، بيحضروا التدريبات، بيشوفوا كل حاجه، ففي اهتمام كبير جدا بالمباراه وكانها مباراه اماراتيه، واشعر وكانني يعني اجواء مباراه هنا في مصر، يعني المصريين ايضا مهتمين بدرجه كبيره جدا، يبحثون عن التذاكر ويسعون، هم يعني بيعتبروه يوم اسري ليهم ان هم يروحوا مباراه فيها الاهلي والمصري، في اهتمام كبير جدا، صحيح لو كان الزمالك موجود كان هيبقى الاهتمام مضاعف، لكن برضه وجود الاهلي عامل اهتمام كبير جدا، والمصري طبعا والكابتن حسام حسن وابراهيم حسن برضه من الناس اليوم شعبيه موجوده واسماء كبيره جدا، فانا شايف ان وجود السوق هنا في مصر الحقيقه من الحاجات المميزه والحاجات الجيده اللي بتسعد المصريين هنا واللي بتقوي علاقتنا بالاخوه الاماراتيين بشكل كبير. يعني بشكرك ومبروك مره ثانيه وسعداء بمشاركتك معنا في هذا الحوار، اشكرك على هذه المعلومات اللي امدتنا بيها بشان المتابعه الاعلاميه لمرحله الاستعداد لمباراه السوبر. الزميل الناقد الرياضي الاستاذ محمد القوصي من دبي، شكرا جزيلا لك. اعود الى ضيفينا في الاستوديو نتكلم شويه عن يعني ايضا العوده للموضوع اللي بدانا به هذه الحلقه، لان ضيوفنا قالوا ان الكفه تميل، وان كانت المباراه خارج الحسابات حضراتكم اكدتوا انها تميل لصالح النادي الاهلي بحسابات الخبرات والاسماء والنجوم الموجوده في صفوف الفريقين، مع كامل احترامنا طبعا للجهاز الفني بقياده كابتن حسام حسن ومدير الكوره كابتن ابراهيم حسن وكل العناصر الموجوده معاهم من لاعبي فريق المصري، والمباراه خارج الحسابات وبالتاكيد منافسه قويه وبطوله مهمه جدا ان شاء الله تضاف لرصيد النادي الاهلي في الفتره الجايه، ولها كل التركيز والاهتمام والجديه في التعامل معها من قبل الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري ومن قبل ايضا كل لاعبي الفريق، لكن ضيوفنا اكدوا من الجانب الفني ان الكفه تميل او التوقعات تميل لصالح النادي الاهلي لعده عوامل شرحوها منذ قليل في هذا الحوار. عايز بس قبل ما وقتنا ينتهي او قبل ما نصل للدقائق الاخيره من هذا الحوار ارجع شويه مع حضراتكم الموضوع اللي بدانا بيه الحلقه، وقلنا نخلينا مع مباراه السوبر لحين الاقتراب من الجزء الاخير او الامطار الاخيره من هذا الحوار. استاذ عصام سالم، اهميه مشروع القرن اللي اعلن عنه النادي الاهلي كاول مشروع ضخم يتبناه بعد نجاحه في انتخابات مجلس اداره النادي وتوليهم المهمه بقياده الكابتن محمود الخطيب، ما الذي يمكن ان يضيفه هذا المشروع ان شاء الله حال نجاحه واستكمال خطواته وفقا زمنيا وماليا وتنظيميا وانشائيا بالشكل اللي هيعلن عنه خلال الفتره الجايه بعد ما تنتهي الاجتماعات، ايه الاضافه اللي هيحققها للنادي الاهلي وللرياضه المصريه بشكل عام؟ لا بالتاكيد اضافه كبيره، احنا امام حاله جديده ان يبقى عندك مدينه رياضيه على اعلى مستوى، شغل عالمي، ان في النهايه احنا بناخد اولا لما بنتكلم عن السد هزاع بن زايد تحفه معماريه، احنا عايزين نقول ان المساله ايه يعني الرياح الجميله دي هتجينا قريب، يعني عندنا هناك في جده السد اللؤلؤه المشعه ده كمان حاجه غير عاديه، لما نيجي بقى المستثمرين السعوديين مع المستثمرين الاماراتيين اللي عندهم الملاعب الفخمه دي اعتقد ان احنا على موعد فعلا مع حاجه تتناسب مع قيمه مصر، كلهم شايفين ان مصر مجال خصب جدا للاستثمار، الناس دي ما بتحطش فلوسها هباء، عارفه كويس قوي بتحط فلوسها فين، عارفه ان الاهلي كقيمه وتاريخ و براند قوي يرهنوا عليه مفيش كلام،
لما نيجي نقول النهارده مش مجرد استاد، ده مدينه رياضيه متكامله. انا كنت متابع المؤتمر الصحفي العقد بهذا الخصوص، وان في الاخر في يعني كم من الفخامه والرفاهيه غير طبيعي. لما واحد يقعد فوق في الجيم ويتفرج على المباراه وهي شغاله، ده شغل حاجه تانية خالص. يعني انت في فندق 7 نجوم، مش قضيه ان. واضافه بقى لان فعلا مزار سياحي والمتحف والكلام ده. انا في سنه 2009 كنت في برشلونه، حضرنا مباراه برشلونه وبايرن ميونخ، كان في ربع نهائي الشامبيونز ليج. كانت فرصه انك تتفرج على متحف برشلونه. ايه الفخامه دي؟ مزار حقيقي. بغض النظر في مورال مش مورال، انت ممكن تروح تقضي يوم كامل في هذا المتحف. تاريخ هذا النادي العريق بتشوفه من الالف الى الياء. دي الجزمه اللي روماريو اللي سجل بها الجول مش عارف بتاع ايه، ودي الجزمه اللي سجل بها مين، رونالدينو، ايه مقتنيات للجول، مقتنيات الكره دي اللي خلتنا نكسب ريال 5-0. دي الكره دي شغل كده، انت عارف متجسد كل شيء بقى. وشوف بقى فيديوهات، وشوف بتاع يعني حاجات حقيقيه وحاجات يعني فيديو، نشاط ثقافي وترفيهي كله ودعايه وتسويق، بيحكي كله كمان كله. انت داخل بتذكره يعني، وتذكره غاليه او ذكرياته، انت بتقضي يوم بتذكره غاليه. شوف قد ايه برضو ده نوع من الاستثمار، ان كل جزء في المكان معمول حسابه هيجيب قد ايه، بيحقق ارباح في النهايه، بيحقق ارباح كبيره. انت في الاخر بتتكلم في مشروع ان شاء الله يكتمل خلال 2.5 سنين، بيتكلم في 30 شهر، مع ان الرئيس السيسي وكالعاده طالب بان اختصار الوقت كمان، ان بحيث يتم قبل كده. لكن عندما يكتمل اعتقد ان هيبقى فعلا اضافه كبيره قوي للرياضه المصريه بشكل عام، وليس للنادي الاهلي فحسب. طبعا احنا قدامنا على الشاشه الاهلي ذا ستاديوم اوف تومورو، الاعلان عن هذا المشروع الضخم واعتزام النادي الاهلي استاد الغد، استاد القرن بالظبط، استاد القرن، مشروع استاد القرن، ومشروع مستقبلي كبير للرياضه المصريه وبشكل خاص للنادي الاهلي وعشاقه وجماهيره واعضائه. الابعاد الخاصه بهذا المشروع كما تراها، كما تتوقعها يا كابتن عصام؟ شوف، هي المسألة في تقديري هي نقلة حضارية لرؤيتنا للانترتينمنت أو الترفيه المرتبط بالرياضة. فأنت بتعمل يعني شبه يعني سنتر، ممكن الأسرة كلها تروح في الويك إند في عطلة نهاية الأسبوع، مش كلهم هتفرجوا على كورة، في الولاد هيروحوا في مكان في العاب، العاب بالنسبه لهم، بالنسبه لهم مش عارف. الست ممكن تعمل شوبينج، هيبقى في محلات شوبينج، في شوبينج تشتري ومش عارف، في سينمات، الراجل بكذا. فهو ده يعني مجمع، بيبقى مجمع الانترتينمنت كله حوالين الرياضه. انما احنا بالنسبه لنا طبعا المساله دي يعني جديده، وهيبقى اول منشاه من نوعها في مصر بالشكل ده، ولابد انه يعني ما دام حاجه جديده وفيها رياده يبقى النادي الاهلي. انا بقول الكلام ده تعصب، لانه يعني هي المساله من زمان، من ايام يعني الاجداد، خطط صح، بنعرف احنا بايونيرز ان احنا رواد في سباقين دايما في كل الخطوات الايجابيه، فلابد ان احنا نحط الرو موديل او النموذج الصح علشان الناس كلها هتمشي ورانا في المسألة دي. بس أنا طبعا مهموم أكتر بأن احنا إزاي نرجع الناس للمدرج، وإزاي نقدم بقى نموذج يلغي الفكر اللي هو متخوف من التخريب. وعندي أمل كبير قوي، بس الحقيقة أحبط. ليه يا كابتن ناصر؟ أحبط لأن المباراة الودية، المباراة الودية اللي كانت في استاد برج العرب، اتلتيكو مدريد، اتلتيكو مدريد والنادي الاهلي، بلغني ان فيها مش عارف 65,000 جنيه خساير، ناس كسرت كراسي وكسرت حاجات في التواليتات. إيه حضرتك عايز توجه رسالة بقى للجمهور كمان؟ يعني طبعا في ادوار علينا كدولة، كمسؤولين، كأجهزة، كإعلام، كل ده نتكلم فيه ونناقش طول الوقت. بص احنا، ولكن احنا اكيد في رسالة للناس لازم توصل ما مع الوقت. بص، مسألة التوجيه والتربية والتعليم والكلام من ده على عيني وراسي تمشي بعيد عني، انما انا عايز العقاب، عايز انه يبقى فيه، انا بعمل منشأة بهذا الحجم وبهذه المليارات اللي بتتصرف عليها رياضة، لازم تبقى محمية، لازم يبقى فيه خطة أمنية، لانه اي مخرب او اي حد يحاول يخرب يتاخد من قفاه ويترمي في السجن. لازم اعمل حاجه زي كده احميها. طيب، لازم يبقى في سيستم امني، كاميرات،
وبتصور سليم 100% اللي حضرتك بتقوله. انا هطرح على حضرتك سؤال قد يتبادر الى ذهن حد بيسمع حضرتك دلوقتي. الكلام ده صح، النظام، الصرامه، شغل الامن، القانون، الالتزام، تنفيذ القانون وانفاذه بمنتهى الدقه والقوه، كل ده مفروغ منه من ضرورته او من اهميته. ولكن بعض الناس قد تسال حضرتك يا كابتن عصام النهارده، هل الدول الثانيه اللي في العالم بتستمتع بمباريات وبتروح باسرها وبتدخل الاستادات اللي من هذا النوع، هل الشرطه تقدر تغطي او القوات الامنيه الموجوده او امن المنشاه نفسها هيقدر يغطي عدد 60,000 من رواد المكان، ولا لازم بقى نبدا تدريجيا نحسن من ثقافه الناس؟ كله ماشي مع بعض، كله باراليل، الناس بتحافظ على منشاتها في العالم، يعني ليها دور، يعني كله ماشي مع بعضه. يعني انت بتوعي وبتثقف وبتعمل، طب انت عندك دول في اوروبا فيها اسوار لازم وسلك شايف كلام من ده، والكاميرات اللي حضرتك بتقول عليها ده بقى متابع في العالم كله والتصوير، وعندك والتقليل. كمان عندك كمان دول الناس قاعده كده والملعب اهو، يعني انا لو عملت كده برجلي ابقى جوه الملعب في انجلترا، دي حقيقه ومحدش بيعمل كده، ما درجات مختلفه سلوك الناس نفسها من الثقافه ومن التربيه ومن التراديشنز والتقاليد، فكل والتحضر لازم نعرف برضو انه احنا في اي مرحله، والمرحله دي تتطلب، المرحله اللي فيها تتطلب تامين للاستاد، تامينا ما يخليش فرصه لانه حد يخش ومعاه اي ممنوعه، حاجه ممنوعه، يبقى لازم يكون. ما احنا دلوقتي بنروح بنخش برج العرب الناس بتتفتش والناس بتخش الجهاز، يعني هنا حضرتك شغلك بقدر اهميه هذا المشروع، شغلك المستقبل ازاي هنغير من الصوره دي عشان نستفيد من المشروع دي، ازاي نحميه لغايه نملاه بالجمهور ونستفيد، ازاي نحميه ونملاه لغايه اما الناس تتربى صح ونقدر نستفيد بيه. لا يمكن يستثمر مشروع زي ده من غير جمهور، يعني ما احنا مشكلتنا معقده ومش هتبقى ايه قبل ايه ترتيب الخطوات. انت المدارس ما بتربيش دلوقتي، ما بتربيش، احنا كنا زمالك في المدارس بنتربى، اللي ما ترباش في بيته بيتربى في المدرسه، دلوقتي ما فيش الكلام ده. يعني الجانب ده التربوي ده مهم جدا جدا ان احنا ننتبه ليه، مهما عملنا مشاريع ومهما عملنا تقدم تكنولوجي ومهما وما ربناش الناس كويس، الولاد ما طلعوش متربيين كويس، مفيش فايده. التربيه اهم حاجه، فاحنا يعني بنعمل مشاريع ومصانع وطرق وكباري والدنيا دي كلها، انما بناء الانسان اهم، لازم نستثمر في البشر شويه، بناء الانسان اهم من بناء الكباري، المناخ اللي احنا عايشين فيه هو ده اللي احنا كده بننهي زي ما بدانا. بمعنى النهارده لما بنمتدح اللي حصل في دوله الامارات ما بنقولش ان انا طحت سحاب والكلام ده كله، بنقول عقليه متطوره، عقليه طموحه، ثقافه مختلفه عند الجهاز مختلف، ده مهم قوي والمواطن. يا استاذ محمد انت هناك لو كسرت اشاره الساعه 3 الصبح تلاقي بكره انت في المحكمه، مفيش حد في الشارع، انت فاضي، الدنيا فاضيه، ولو جدع اكسر الاشاره. ليه بقى؟ لان في كاميرات في كل مكان، ما عادش فيها مجال. الساده ازاي بن زاد اللي بيتكلم عليه ده، الكاميرات بتغطي كل الملعب، مفيش حد يتجاوز، لو تجاوز هيجيبوك كده تعالى نشوف الحقيقه كل سنه. مفيش كلام. فهو القصه في النهايه انا لما اعمل منشاه بهذه الفخامه وانا مفتقد الجمهور او جمهور غير مثقف او غير واعي او غير مدرك لقيمه المكان، انا كده ما المساله المنظومه مش مظبوطه، تمشي مع بعضها، لازم كله مع بعضه. النهارده لما سمعت قرار قبل ما ندخل على الهواء ان فعلا خلاص الجماهير من الدور الثاني في 2000 مشجع هيحضروا، 2000 من هنا يحضروا، ونبدا بدل 200 و200 و150 والكلام ده نتكلم عليه ونزود واحد، بيقول لك باستثناء مباراه الاهلي والمصري والاهلي والاسماعيلي اللي فيها شويه حساسيه، تدريجيا لازم الدنيا نتعافى. احنا عمالين ندور في حلقه مفرغه، انت عارف تحس كده، نتعافى ونفكر واحنا بنزيد بالاعداد تدريجيا ازاي تبقى في حلول سريعه. يعني لما جيت البتاع ده السوبر لما يجي في الامارات وبتاع ده، هو كل ال 25,000 مالين الملعب، فجاه يقول لك لا ده الدنيا بخير، ما هو المصريين اهو التزموا، يلا رجع جمهورنا. لا ده هنا ثقافه مختلفه عن هنا، الدنيا مختلفه زي ما حضرتك قلت وكابتن عصام عبد المنعم قال، لازم نوصل تدريجيا ببرامج عمل متنوعه ومختلفه ومتوازيه لعقليه مواطن، هو ده المواطن، ده اللي هيبقى منه الحاكم ومنه الجهاز الاداري ومنه كل الكيان المتكامل اللي بيحافظ على بلده ومنشاته، لازم وبنبقى بنشتغل وما بنهدرش طاقتنا بعد لازم كده. لازم يا استاذ محمد اقنع هذا المشجع او هذا المواطن ان ده ملكك،
انت بتخرب في املاكك املاك الدوله لان دي بتصب عندك في نهايه المطاف. مفيش كلام. انا النهارده لما اروح يا كابتن عصام لما كنا في 2009 في الملعب ده انت بتروح في الكافيتيريا اللي موجوده المرافقه للملعب بتاخد المشروب اللي عايز تشربه اي ايا كان بتدفع يعني ايه تامين لهذا المشروب. ليه بقى؟ عشان ما تجيش في الاخر الكوبايه اللي انت شربت فيها ترميها في المدرج. لا ده انت تروح تاني وتستلم التامين بتاعك في نهايه المباراه. ثقافه. فالملعب كله نظيف يعني ولا مثال محتاج. اللي حضرتك بتقوله ان الشعب الاماراتي الشقيق ادي الجمهور اللي بيحافظ على منشاته وعلى الاستثمارات اللي كان مضخها في اي مشروع من المشروعات لانها في النهايه يعني للشعب الاماراتي ومملوكه لهم. فالحفاظ عليها والاستمتاع بيها وانه يبقى جزء من حمايتها من اليات حمايتها والثقافة لازم يوازيها قناعه الجميع بان القانون فوق الجميع. طبعا هنا لا احنا بمزاجنا هنخرب الدنيا لو هي المساله كده ماشيه اعمل ولا ما اعملش. لا مش هتعمل من العقاب اساء الادب. طيب هنشوف لقاء اخر تم على المستوى الاسري. عبد الله ابن الكابتن حسام البدري هو مقيم للعمل في دبي طبعا مبتعد عن والده بحكم طبيعه العمل ووجود الكابتن حسام هنا على ارض مصر من خلال عمله مع النادي الاهلي وبطبيعه الحال طبعا هو مواطن مصري قبل كل الحسابات الخاصه بكره القدم والتقى بقيه الاسره في كندا كمان بقيه الاسره في كندا اسره طبعا يعني ظروفها المعيشيه والاجتماعيه خلتهم موجودين في اكثر من بلد واللقاءات طبعا بتبقى دايما مهمه جدا على الجانب الانساني بين افراد الاسره الواحده لو ابتعدوا لفترات عن بعض لظروف العمل او الحياه. هو مؤازر لفريق الاهلي مشجع اهلاوي وحريص كمان على انه يلتقي بوالده الكابتن حسام وبنجوم الفريق والجهاز الفني. نشوف مع بعض هذا التقرير. الشباب وسافر كندا بيدرس عبد الله حسام البدري. عبد الله برحب بيك على شاشه قناه الاهلي وبقول لك يعني منور شاشه قناه الاهلي وجودك في دبي. انا عارف انت موجود وشغال في الامارات لكن وجودك النهارده مع كابتن حسام اولا فاجئته ولا هو كان عارف انت جاي؟ كان عارف ان انا جاي الصراحه. ما قدرتش تعملها له مفاجاه؟ ما هو عارف ان انا هنا وقال لي تعالى فجيت على طول. طيب قول لي كابتن حسام الفتره الاخيره دايما مع الفريق في معسكرات ومباريات. الكابتن حسام كان مدير فني والاسره وانت وعارف جو الكوره انك لعبت كوره في الاهلي قبل كده. يعني كلمنا عن المراحل ديت. والله هو عايز اقول في الاول ان هو دايما بيدي يعني حبه للنادي والله ما حدش فاهمه هو دايما عليه ضغوطات بس بره انا عارف الملعب هو بيبقى باين ان هو دايما متشنج ودايما متعصب بس هو بره الملعب اطيب واحد في الدنيا فعايز الناس تبقى فاهمه الموضوع ده وعايز تبقى عايز الناس تبقى عارفه ان هو دايما كل اللي بيعمله هو النادي الاهلي في الاخر. بتتواصل معاه دايما في المباريات بيكلمك قبل او بعد؟ بعد كل ماتش طبعا بعد كل ماتش لازم اتواصل معاه هو دايما بيبقى محتاج العيله دايما وراه ومحتاج السبورت من العيله فدايما بديله السبورت في اي وقت طبعا. المرحله الاخيره كمان يا كابتن حسام يعني عايز اقول لك كمان يمكن لما كانت اختك تعرضت لحادث في المانيا وكابتن حسام سافر او كندا وكابتن حسام سافر وقطع مسافه كبيره الفتره دي كاسره عايشتوا اللحظات دي ازاي وهو كان عنده مباريات مهمه وضغط كمان وفضل مع الفريق لغايه نهائي افريقيا. لا ما بالظبط بعيده اللي هو كان عليه ضغوطات رهيبه بس هو في الاول وفي الاخر بنته حصل لها حادثه بس كان لازم يفضل قاعد مع الفريق وبيدي كامل قوته وكل وقته للفريق ف يعني ده يوري قد ايه هو بيحب النادي وبيحاول دايما يفصل طبعا الحاجات دي بس في الاول وفي الاخر كان صعب بس الحمد لله ربنا وفقه هو كل حاجه ماشيه زي الفل فالحمد لله. اللقاء بينكم في الملعب كان ازاي؟ ليه؟ اللقاء بينكم في الملعب دلوقتي؟ كان بالحضن والبوس بقالي كتير ما شفتوش صراحه فمبسوط دلوقتي رايح اشوفه دلوقتي وارجع معاه واتعشى معاه واقضي معاه شويه وقت كده. شايفك متاثر يا عبد الله يعني بتبقى صعب قوي انك البعد لكن الشغل والاهلي والضغوط المباريات طبعا صعب انا اللي بحاول افهمه يعني للناس ان هو في الاول وفي الاخر كل اللي بيعمله النادي الاهلي عايز بس الناس تديله الدفعه دي وتديله تبقى دايما وراه وهو كل وقت للنادي الاهلي لازم الناس تبقى عارف الموضوع ده. لسه انك تتابع كل مباريات الاهلي ولا بتخاف تتفرج عشان ما تبقاش مضغوط برضو وتعرف النتيجه بس؟ لا بتفرج دايما الصراحه ولو عندي اي نقط عايز اقولها له بقولها له طبعا بس مش بعد الماتش على طول بستنى شويه عشان بعد الماتش على طول بيبقى متشنج شويه بس لا دايما متابع طبعا كل المباريات طبعا. تخش مع فنيات بقى وكده ولا؟ بحاول ما تخش فنيات الصراحه لان الناس كلها بتخش فنيات معاه فمش هاجي انا كمان اخش فنيات معاه بس ساعات كده لما يبقى هادي انا قاعد انا وهو طبعا بقول حاجات معاه طبعا. كابتن حسام البدري الكابتن والوالد بالنسبه لك ايه؟ يعني اطيب والد في الدنيا والله اطيب والد انا عارف ممكن ما يبانش كده برضه بس هو في الشغل جد جدا بس بره الشغل اطيب واحد في الدنيا. يبقى ماتش السوبر. هنكسب ان شاء الله.
باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. توفيق عبد الله وسعداء احنا شفناك النهارده في الامارات. شكرا شكرا شكرا، مع السلامه. عبد الله حسام البدري قال اطيب اب في الدنيا، هو انا عارف انه يمكن ما يبانش كده، هو بيشير دايما للظهور الاعلامي. الكابتن حسام البدري دايما جد جدا، متجاهم جدا، وسائل الاعلام او كتير من الصحفيين والاعلاميين يقولوا دايما في وسائل الاعلام هو قليل الابتسام، لكن في النهايه المطلوب منه على الجانب العملي كمدير فني هو النتائج، المكسب، النتائج اللي بيحققها مع الفريق، شغل الفريق وحصده للبطولات. لكن طبعا يعني احيانا بيبقى الشخص ما بيبانش الجوانب الانسانيه في حياته، الزوج، الاب، تعامله مع المقربين منه، الاصدقاء في حياته الاجتماعيه. عشان كده عبد الله ابن الكابتن حسام بيقول ربما ما يبانش عليه هذا الجانب او الطيبه او الجانب الخاص بيه انسانيا او لابعد مدى، مش باين قدام الناس، وهي طبائع. في ناس بيبان حياتها الشخصية وطبيعتها على الملأ وفي وسائل الإعلام ومع كل الناس اللي بيتعاملوا معاهم في العمل العام، شخصيات تانية فعلا ما بيبانش ده أو طبيعتهم الحقيقية ومواصفاتهم الشخصية ما بيبانش إلا في حياتهم الخاصة ومع أقرب الأقربين لهم. هنختتم حوارنا النهاردة في الدقائق القليلة المتبقية باستكمال الحديث عن مشروع القرن، مشروع النادي الأهلي، الكابتن عصام عبد المنعم والناقد الرياضي الأستاذ عصام سالم. هل تعتقد انه هيعمل نقل هذا المشروع فور الانتهاء منه وبدء تفعيله وتشغيله، ويكون في خطه طبعا لتسويقه خلال فتره الانشاء، يعني هل تعتقد انه هيعمل نقله ويقرب مصر اكتر والرياضه المصريه والنادي الاهلي على وجه التحديد من انه يبقى كمان نقطه التقاء عالميه للرياضه في المنطقه العربيه، هيبقى مركز اشبه مركز اولمبي بمعسكرات لمنتخبات كبيره في العالم، يعني هيبقى له نشاط استثماري بيقرب صورتنا وبيعمل لنا دعايه عالميه في الوسط الرياضي 100%. زي برضه ما الكابتن عصام بيقول ان احنا داخلين على مرحله السياحه الرياضيه. انا في الاخر ممكن انا كسائح جاي ازور مصر هيبقى جزء من برنامجي ان انا اشوف هذه لان هيتعمل له دعايه كبيره قوي، ان انا في الاخر هذه المنشاه الفخمه ان انا فعلا لازم اشوفها كمزار من المزارات المهمه اللي انا حريص عليها. ثانيا، دولة الامارات بتيجي في شهر يناير تحديدا اللي هو زي الشهر ده يا استاذ محمد، فرصه لاشهر الفرق الاوروبيه تيجي تعسكر في الامارات، تلاقي برشلونه، تلاقي بايرن ميونخ، هتلاقي كل ده لان بيهربوا من الصقيع الى الجو الدافئ، يعني مثالي هذه الفتره بالمناسبه، طقس مثالي. فانت نفس الحكايه هتبقى برضه هتستقطب كل هذه الفرق، هتعمل من خلاله برضه دورات على اعلى مستوى مع فرق عالميه شهيره. هتحس ان في رواج عالي جدا في كل القطاعات، وفعلا زي ما اتفقنا ان الاسره هتروح هتقضي يوم كامل، كل واحد لاقي ما يبحث عنه داخل البتاع، بيقول لك في سينمات، في كافيهات، في شوبينج، في يعني كل الوسائل اللي تغريك عن انك تروح اي مكان. هل ممكن يساعدنا اكتر على الاتفاق على واستضافه مباريات ضخمه، مباريات بين انديه يعني في مناسبات خاصه او مباراه اللي هي بتعتبر بطوله، ممكن تسويقيا نقدر نعمل ده والاستاد ده بالملحقات اللي فيه اللي هتبقى زي ما قال كابتن عصام لاول مره على ارض مصر، يساعدنا اننا نستضيف مباريات من نوع مختلف في الفتره الجايه بين منتخبات كبيره عالميا؟ ده هو هينقلك نقله ثانيه خالص، حتى في الامور التنظيميه. انا في الاخر كدوله مش بس كنادي، ان انا طالما الاهلي عنده هذه المنشاه الفخمه، الزمالك في اتجاهه يعمل هذا الكلام، لما يبقى عندنا كل هذا الكم، احنا كلنا اهلي وزمالك بكل القيمه بتاعتهم ما عندهمش ملاعب خاصه كبيره، يعني انت عارف اللي توزي قيمه المكان، يعني استاد التتش شوف عمره كم سنه، لكن في الاخر انت عايز الحاجه العصريه الجديده اللي بتواكب لغه العصر. ان انا في الاخر ان انا لما اكون ايه اهلي وزمالك بيلعبوا في استاد القاهره، طب ليه ما اكونش بالقيمه الكبيره للناديين عندهم ملاعبهم الفعليه؟ ان في الاخر اولا انا كل مره باجر الملعب، انا اجر ملعب ليه؟ وانا عندي استثمر اكسب بدل بدفع، يعني في النهايه لما اجي استضيف زي ما عملنا في 2010 لما تيجي تقدم ملف من هذا القبيل، انت بتقول هي دي الملاعب اللي عندي وشوف الفخامه اللي عندي في ابقى فعلا اقدر انافس بالظبط، مش قضيه كلام ولا شعارات، ان ده على ارض الواقع شوفوا عندنا ايه الملاعب عامله ازاي ولا كبات عشان هم لبسوا بالظبط. فاعتقد لا ده هيعمل نقله نوعيه كبيره، اعتقد ان فعلا مصر محتاجه هذا النوع من الاستثمار الرياضي الكبير، واعتقد ان يكون له مردود او هو استثمار مضمون بدرجه 100%، مفيش فيه مخاطره اطلاقا. كابتن عصام عبد المنعم، هل تعتقد انه ممكن يضيف هذا المشروع ويبدا يبقى محطه لمباريات واحداث رياضيه من مستوى اعلى تنافسيا على المستوى الدولي عندنا هنا في مصر؟ هو يعني المشروع هيحدد مدى نجاحه ومدى جديته الرؤيه
انت هل انت عايز تعمل استاد والمشروع استاد الاهلي الجديد؟ يبقى السلام عليكم، يبقى الكلام ده ما يلزمناش. انت عايز تعمل سنتر، مركز ترفيه رياضي، مدينه رياضيه عالميه، بلاش مدينه، مدينه هتبقى اوسع، مركز شوية. رياضي، خلينا نقول سنتر. مركز رياضي عالمي. المركز ده فيه كل الترفيه اللي مناسب للعيله، مطاعم، سينمات، شوبينج سنتر، باركينج للاطفال، يعودوا يعني بارك يعني او حديقه اطفال، والملعب. الملعب كمان طريقة تسويق الملعب لازم تبقى مختلفة. صحيح. تسويق الملعب يبقى أنا هعمل بناوير أو أعمل بارتيشنز كده وأجرها بالسنة، أو ما أخد الفلوس مقدما، وحضرتك بقى تيجي أو تبعت حد يتفرج يقعد في اللاونج بتاعك ويتقدم له الخدمات ويتغدى وياكل ويشرب وهكذا. يعني عندك يعني الوقت اللي الراجل بيتفرج على الماتش ولاده في السينما في نفس عشان السينما. كده قلنا خلال الحوار ان مشروع بهذا الحجم وهذه الميزانيه المتوقعه وهذه الضخامه والانشطه الملحقه بالاستاد والملعب هيحتاج خطط اتفاقات اعلانيه وتسويقيه وللرعايه منذ اول يوم من ايام التشييد والبناء. انا لو بس اعمل بلان، اعمل البلان الصح صح واعرض البلان ده، الناس هتيجي. انا عايز اخد الحته دي يا عم، وسائل الجذب، شركه كذا هتاخد كذا وشركه كذا هتاخد كذا، ويدفعوا الفلوس، فانا ابني الاستاد بالفلوس دي، احط حوافز سليمه للاستثمار في الاستاد. انا اللي عايز، انا هو البلان اهو بتاعتي والماكيت اهو، انت عايز هنا هات، ونظام دفع، ونظام دفع بحيث الحاجات كلها تقوم مع بعضها والناس كلها اصحاب مصلحه. لانه اولا انت عندك اهم حاجه بتديها له، بتديله اسم النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي ده السنتر بتاع النادي الاهلي. يبقى انت يعني وفرت على الراجل المستثمر ده نص السكه، النص بقى التاني هو يعمله، محلات اكل، محلات ملابس. عموما الفتره او الموضوع ده ومتابعه هذا المشروع، بكره بتبدا رحله لمجموعه من اعضاء مجلس اداره بقياده الكابتن محمود الخطيب الى السعوديه لوضع ترتيبات او بدء جزء من الترتيبات والاتفاقيات الخاصه بما هو تمويل، اهم حاجه التمويل، طبعا التمويل وجوانب كثيره خاصه بالامور الانشائيه والهندسيه، يعني كل ما يتعلق بالتكاليف المتوقعه لهذا الانشاء او لهذا المشروع الضخم، مشروع القرن. واحنا هنتابع يوم بيوم ومن خلال كل برامجنا المختلفه على قناه الاهلي ان شاء الله كافه المراحل القادمه والمتعاقبه للاتفاقيات، وصولا الى لحظه باذن الله بدء العمل، ووصولا باذن الله ايضا الى لحظه افتتاح العمل والاعلان عن الافتتاح الرسمي لاستاد الاهلي ولمشروع القرن. بنختتم حديثنا مرة تانية، بنشكر ضيوفنا شكرا جزيلا، ان شاء الله بنتمنى الفوز والتوفيق للجهاز الفني واللاعبين بقيادة الكابتن حسام البدري وكل لاعبي ونجوم الفريق في المباراة المرتقبة والمهمة في كأس السوبر المصري امام المصري البورسعيدي يوم الجمعة القادم. ان شاء الله تضاف لرصيد بطولات النادي الاهلي ويحصل على اللقب للمرة العاشرة، ويستمر في طبعا صدارته للاندية المصرية والعربية والافريقية على مستوى المشاركة وحصد البطولات المحلية والدولية. أشكر ضيفينا في الاستوديو وفي استاد الأهلي لهذا اليوم، الناقد الرياضي البارز الأستاذ عصام سالم، أسعدتنا بوجودك معنا. أنا يا أستاذ محمد بس كلمة أخيرة قبل ما تشكر الكابتن عصام، إن أنا أتمنى دولة الإمارات دائما هي دولة التسامح. في 2015 في السوبر الأولاني شهد المصالحة بين رئيس نادي الزمالك ورئيس النادي الأهلي برعاية إماراتية، وده كان موقف كان جميل. النهاردة بنفتح صفحة جديدة بين الأهلي والمصري من خلال هذه المباراة، إن شاء الله مباراة تبقى على مستوى يليق بسمعة الكرة المصرية بعيدا عن أي حساسيات، وجود الجمهورين في ملعب واحد أول حالة تحصل بعد فبراير 2012، ده معناه أن نبدأ صفحة جديدة فيها من التسامح أكثر مما فيها أن احنا نشيل من بعض ونعمل حساسية. ونتمنى مباراة قوية طبعاً، يعني على الفريقين عرض رائع، مفيش كلام، بس بعيدا عن الشوائب لأن المباراة دي بتيجي بعد فوزنا بثلاث ألقاب مهمة، أحسن لاعب في القارة وأحسن مدرب في القارة وأحسن منتخب في القارة. أعتقد أن لازم أن نستكمل هذه المشاهد الجميلة، نقدم الصورة الحقيقية لمصر من خلال السوبر إن شاء الله. أكيد يا أستاذ عصام. أستاذ عصام عبد المنعم الكاتب
صحفي الناقد الرياضي البارز الأستاذ الكبير الأستاذ عصام عبد المنعم، بشكر حضرتك على وجودك معنا وأرهقناك وأرهقنا الأستاذ عصام وسهرناك وعارفينك لا تفضل السهر كثيرا بس أسعدتنا بوجودك معنا النهارده. شكرا يا أنا في رأيي إن كان الأستاذ محمد الجندي ممكن يطول بس عارف إنك بتنام الساعة 12 فكده أقفل عشان كده. هو السبب إننا نختم الحلقة. مشاهدينا وصلنا لنهاية هذه الحلقة من استاد الأهلي، شكرا لحضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.